على أساس يعني نوفر بيئة من النقاش والحوار اللي تكون يعني لطيفة وهادئة وتناسب الوقت اللي إحنا فيه الآن، ونختار لهذه الجلسات كتب غالبا يختارها أحد أعضاء هذه الأمسية، ونقدم نحاول أن نقدم عمليتين في نفس الوقت، نحاول نكون أوفياء للكتاب بحيث أن نعرف يعني طروحة الكتاب بشكل رئيسي، ولاحقا نقدم قراءتنا ونقدنا ونقاشنا حول هذا الكتاب. احنا نحاول نجمع الثنتين، نحاول نقدم لكم، طبعا اللي ما قرأ الكتاب نحاول نقدم لكم أفضل نسخة يعني في قدرتنا عن أفكار وأطروحة الكتاب، وإذا نجحنا نستثير يعني دوافع النقاش والأسئلة والاستشكالات والحوار حول هذا الموضوع، والنقاش والحوار طبعا هو هدف الجلسات الأساسي. صديقي في هذه الأمسية اللي هو اقترح الكتاب، يعني هو صاحب الفضل اللي هو الأستاذ سعد بسعد، هو اقترح هذا الكتاب وأنا حبيت الكتاب أيضا، واضح أن الناس أيضا حبوه، فأقدم له الشكر مقدما يعني على هذا الاقتراح، هذه المبادرة، والدعوة أيضا مستمرة للجميع، أي واحد عنده يعني كتاب كل طابع يعني فلسفي أو فكري فرحب فيه انه يكون ضمن هذه الجلسه، شرط انه هو يكون مشارك في العرض، يعني هذا شرط ضروري جدا. ترتيب حل جلستنا هذا المساء بتكون كالتالي، طبعا سعد مشكورا بيقدم مقدمه عن الكتاب، يعني بيعرفنا بالكتاب، انا بقدم لكم مقدمه مختصره في فلسفه الحب خارج اطار الكتاب، بتتقاطع مع الكتاب لكنها مصادري خارج الكتاب. ثم بعد ذلك طبعا الكتاب زي ما بيقول لكم سعد يعني رتب المناقشه والطروحه في عشرة فلاسفه، احنا غيرنا الترتيب، سعد بيشرح لكم الحين شلون بنسوي في ثيمات مختلفه غير ترتيب الكتاب. فبعد اذنكم الحين اطلب من الصديق سعد انه يقدم تعريف الكتاب. مساء النور جميعا، اولا نشكرك يا استاذ عبد الله على اللي تحت الفرصة لتقديم هذا الكتاب، وأشكر الحضور في جلستنا هذا اليوم لمناقشة كتاب الخميس، وعنوان كتابنا اليوم اللي هو الفلاسفة والحب. طبعا أنا اخترت الكتاب هذا أولا لأنه نادر صراحة أنه كتاب يجمع بين الفلسفة والحب، وغالبا تضع الفلسفة يكون في مواضيع عقلية، فأن تجمع الفلسفة والحب في كتاب فهذا الشيء يعني نادر تحصله. فلسفة الحب أعطانا تقريبا 10 فلاسفة والجانب الغامض فيهم في الحب، لأن هذا غالبا الفلاسفة لا يتناقشون عن الحب. طبعا الكتاب هناك تساؤل معروف دائما تحصل هذا التساؤل موجود عند الأغلب، أن الحب والفلسفة لا يجتمعان، الفلسفة لها عالم العقلي والحب له عالمه الوجداني، وأيضا الحب يرفض كل أشكال العقل له، فترى أن الحب يتجاوز العقل، لذلك الفلاسفة بشكل عام يعملون على تحرر العقل، بينما الحب تقريبا يكتم العقل، يكبته لا ويقيده ولا يجعله حر. ولكن مسألة الفلاسفة لا يتناولون موضوع الحب لا يعني بأنهم لم يخوضوا تجربة الحب، فبالعكس تقريبا لدينا 10 فلاسفة اختبروا الحب في مرحلة من حياتهم، وكل فيلسوف اختبر طريقة يختلف عن الآخر، فالحب ليس له طريقة واحد وإنما طرق متعددة. فالكتاب يطرح نوعين، يطرح الجانب أو خلينا نقول الجانب الروائي من الحب للفلاسفة، ويطرح تجربتهم قصتهم، وأيضا يطرح نصوصهم الفلسفية
تجاه هذا الحب ورؤيتهم له. طبعا احنا نحاول قدر المستطاع انه نشرح في هذا الكتاب نصوصهم ونظرتهم للحب، وليس الجانب الحياتي لهم وتجاربهم الشخصية، وإنما نظرتهم. فهذا تقريبا ما راح نتناقش فيه بهذا الكتاب، والكتاب طبعا جدا مميز إنه يظهر موضوع الحب في الفلاسفة، وهذا الجانب كان دائما مخفي بالنسبة لنا، فجدا جميل. طبعا الكتاب تم تأليفه عن طريق امرأتين فرنسيتين، واثنين برضه صحفيتين، واثنين تعمل في نفس المجلة، يعني تقريبا زملاء. مارلي لومانيه تعتبر من أبرز المحللين في ميدان الفلسفة، وأود لانسولان أيضا هي مسؤولة عن الثقافة والكتب، ولديها خبرة في النقد الأدبي والفلسفة، وتقدم برنامجين على الشاشة الفرنسية، فهم علاقتهم علاقة زملاء. أما من ناحية المترجمة دينا فتحي، فهي حاصلة على ماجستير في إشكالية الترجمة من جامعة إكس مارسي بفرنسا، وعضوة في جمعية المترجمين الأدبيين في فرنسا في المجلس الأعلى للثقافة في مصر، ولها ترجمات أخرى مثل المرأة الثالثة للفيلسوف جاي لبوفاتسكي، ورواية صرخة النورس لإيمانويل لابوري. طبعا أتمنى أن عرفت الكتاب بشكل أوضح، وما راح أو الأشياء اللي راح نتناقش فيه في هذا الكتاب هي نظرتهم للحب. طبعا أنا وأستاذ عبد الله قسمنا الكتاب. الكتاب يعرضنا الفلاسفة، كل فيلسوف موضوعه. طبعا إحنا قسمنا الفلاسفة على حسب نظرتهم للحب، لأنه بعض الفلاسفة نرى أنهم لديهم رؤية مشتركة، زي جون روسو وشوبنهاور نيتشه جمعناهم في الحب الوهمي، فهم يرون أن الحب مجرد حيلة وخدعة ووسيلة لغاية. أما لوكريس ومونتاني جمعناهم في الحب الإيروتيكي والحب كرغبة جنسية، فنرى فلسفتهم نظرتهم للحب هي نظرة جنسية، خصوصا مونتاني كان جدا صريح في المجال الجنس. الحب المثالي وضعنا فيه أفلاطون وكيركغارد، يعني كيركغارد وأفلاطون يتجاوزون العلاقة بين المحبوب والمحب إلى الحب ذاته، فوضعناهم بالحب المثالي. هايدغر وسارتر وحنا أرادنت ودوبوفوار، طبعا تلاحظون أنه فيلسوف فيلسوفة اثنينهم مجتمعين في علاقة واحدة، يعني هايدغر وحنا اثنين كانوا فلاسفة. طبعا الحب الوجودي هو كان يعتبر غير مفهوم الحب إلى حب يعني تحرر من الإخلاص والوفاء وقيود الحب. طبعا أنا شخصيا راح أشرح الحب الوهمي والحب الإيروتيكي، وبياسر راح يشرح الحب الوجودي والحب المثالي. طبعا هذه نظرة أولية للكتاب وطريقة تقسيمه. طبعا قبل لا نبدأ نخش المواضيع، راح يطرح لنا أبو ياسر فلسفة عامة عن الحب خارج الكتاب، يعطينا لمحة عن الحب. تفضل أبو ياسر. يعطيك العافية، شكرا أخوي سعد على هذه المقدمة. وزي ما تفضلت، يعني طبعا في مبحث اسمه مبحث فلسفة الحب وله اتجاهات مختلفة. أنا سويت زي المسح يعني على المصادر المكتوبة خصوصا باللغة الإنجليزية في هذا الموضوع. زي ما قال سعد إنه يعني تاريخيا الحب ما كان موضوع للفلسفة، أو على الأقل ما كان موضوع أساسي، ربما لأنه نفس السبب اللي قاله سعد، إنه الحب ينظر له إنه عاطفة وينظر له إنه مشاعر، وفي تاريخ الفلسفة كان يتم ترتيب المشاعر على أساس أنها درجة ثانية. طبعا انطلاقا من التقسيم الأول لأفلاطون
انه الانسان عنده ثلاث دوافع في حياته وليست متساويه، يعني بينها ترتيب تقييمي: الدوافع الغريزيه الاولى، والدوافع العاطفيه، والدوافع العقليه. الدوافع العقليه هي الدوافع الاساسيه والمهمه واللي تعبر عن الانسان، وهي اللي اخذت يعني تقريبا الاهتمام الاساسي في تاريخ الفلسفه، الجانب العقلي من حياه الانسان. وبالتالي العاطفة والمشاعر وهذه ما كانت، على الأقل في الفلسفة العقلانية، ما كانت موضوع أساسي. لكن هذا ليس دائما، يعني الفلاسفة دائما يخترقون مبادئهم ويغيرون يعني من المسلمات ويختبرونها. فنشوف أن على مثلا في الفلسفة الإغريقية كان في كلام عن المشاعر وعن الحب، أيضا في الفلسفة الرومانسية في القرن السابع عشر وتقريبا مع جان جاك روسو، قبل كذلك في فلسفات القرون الوسطى كانت المشاعر، خصوصا المشاعر الدينية، جزء أساسي من التفكير الفلسفي. وطبعا مؤخرا خصوصا مع المدارس الفلسفية الحديثة اللي تحررت من النظرة العقلانية للإنسان، زي المدرسة الوجودية اللي تنظر للإنسان باعتبار تجربة وجودية تختلط فيها المشاعر والأفكار والدوافع مع بعض، وكذلك يمكن هذا بعد يفاجئ البعض، حتى المدارس التحليلية الأخيرة أيضا يعني جزء أساسي من شغلها أنها تقوم بتحليل الأفكار هذه أو الكونسبت، زي فكرة الحب، تحللها وتفكرها، وهو تقريبا المصدر الأساسي اللي أنا رجعت له. طبعا فلسفة الحب باختصار سؤالها الأساسي: وش طبيعة الفلسفة؟ يعني في الأخير وش طبيعة الحب؟ هذا هو السؤال اللي دائما الفلاسفة يبدون منه، إنه وش طبيعة الشيء اللي إحنا نبحث فيه؟ تمام؟ وهل أصلاً الحب موجود؟ هل في شيء اسمه حب على أساس إن نتكلم عنه؟ ولا إنه مثلاً وهم وخيال؟ وإذا كان موجود كيف نتعرف عليه؟ وش الطرق اللي ممكن نصل لها؟ هل يمكن نصل لها تجريبياً مثلاً، أو أنه ممكن نتأمل ونصل لها عقلياً؟ هل هو فكرة؟ هل هو أيديا؟ ولا هل هو عاطفة؟ هذه برضو أسئلة. طبعاً للجواب على هذه الاستفسارات في محاولات كثيرة لأصلاً تفكيك هذا المفهوم اللي هو مفهوم الحب وتفصيله إلى أشكال وألوان مختلفة. واحد من التقسيمات المشهورة اللي يقول إن الحب، اللي الكلمة هذه اللي نستخدمها في وصف علاقات كثيرة أو مشاعر كثيرة في حياتنا، هي حقيقة تصف ثلاث أشكال من أشكال اللي إحنا نسميها الحب، وهو كل واحد منهم يختلف عن الثاني لكن بينهم شيء مشترك. الشكل الأول اللي هو الإيروس، اللي هو الشغف والرغبة بكائن آخر، واللي غالباً يعتبر الحب الجنسي. هذا واحد من يعني المعاني اللي نستخدمها أو نريد الدلالة عليها حينما نستخدم كلمة الحب. لكن في أيضا معنى آخر اللي هو معنى الفيليا، اللي هو تقدير لشيء معين، الاهتمام بشيء معين، زي الصداقة مثلا. هذا مثال أرسطو أساسي. الصداقة شكل من أشكال الحب أيضا، لكنها تختلف إن ما فيها رغبة ولا شغف بشيء محدد في الإنسان الآخر، قدر ما هو يعني تقدير لصفات معينة في الإنسان. فيه نوع ثالث اللي هو نوع، يعني لو تلاحظون الأول والثاني كلها محددة لأشخاص معينين، لكن في نوع من أنواع الحب الإنساني اللي هو مطلق، يعني موجه ليس أحد، يعني هو حب عام. وبيشوف هذا مهم عن كيركيغارد لاحقا، اللي يسمى بالإنجليزية أجيب. هذا مثلا حب الإنسان لله مثلا، أو حب الإنسان للإنسانية بشكل عام، حب الإنسان للبشر، حب الإنسان للطبيعة، حب الإنسان للحياة، وهكذا. يعني هذه المشاعر اللي ليست موجهة لأحد معين، ولكنها مشاعر موجهة للجميع. طيب، هذه ثلاثة أنواع للحب، وبنشوف أنها تنعكس على فهم جماعتنا اللي إحنا بنتكلم عنهم اليوم. في أيضا تصورات للحب أو محاولات لفهم الحب، في فهم للحب على أساس أنه يونيون، اتحاد أو وحدة،
وهي علاقة تؤسس نحن، يعني إذا اثنين يتصلون ويصيرون شخص واحد. طبعا في أساطير كثيرة راح نتكلم عنها، اللي تتكلم مثلا عن فكرة أنه كيف جسدين، روح واحدة منقسمة إلى جسدين، والجسدين هذول يحاولون يتصلون. هذا النوع من الحب يعني يسبب مشكلة استقلالية، يعني إذا اثنين تحولوا إلى واحد يصير في المقابل أن الاثنين يحاولون يرجعون مرة أخرى اثنين. في الحب باعتباره اهتمام حقيقي، يعني اللي هو قريب للصداقة، أنك تعتني بالآخر كما هو، ليس لأنك تريد أن تحقق شيء محدد، ولكنك تريد أن تعتني بهذا الإنسان وتعجب به، وليس بالضرورة يحصل معه اتصال. الفهم الآخر اللي هو الحب كقيمة، كفاليو، اللي هو إما الاستجابة لقيمة عند الإنسان، يعني إنسان تشوف فيه شيء يعجبك وتحبه وتستجيب له ويصير بينك تحب هذا الإنسان، أو أنك أنت عندك قيمة وتريد أن تبثها في هذا الكائن، سواء هو يعني موقف سلبي أو موقف إيجابي، فعل أو استجابة، كلها يعني نوع أشكال من التعامل مع الحب كفاليو أو كقيمة أو كتقدير لشيء معين. كذلك في ناس تكلموا عن الحب باعتبار شعور وكعاطفة، هل هو عاطفة محددة، هل هو شعور محدد نقدر نتكلم عنها، ولا هو مجموعة من العواطف اللي تدخل مع بعض وتألف أنه مركب من العواطف حنا نسميها الحب، هل هو واحد ومحدد أم أنه تركيبة وتشكيلة؟ هذا أيضا كان سؤال مهم. في ناس تساءل يقول لك مشروعية الحب الجستيفيكيشن، ليش أصلا نحب؟ يعني لماذا يحب الإنسان؟ لماذا ينخرط في هذه العلاقة؟ في نظريات كثيرة، في نظرية مثلا يقول لك نظرية المرآة زي ما عند أرسطو، الإنسان يحب على أساس يشوف نفسه في إنسان آخر. يقول لك في ناس يقول لك الحب يعطينا شعور بالسعادة، يعطينا شعور بقيمة الذات، يعطينا شعور يطور شخصياتنا، شعور يخفف الحب، يخفف الضغط مثلا، ضغط الحياة وضغط الوجود وكذا. وأنا أيضا يعني أضيف عليها أن الحب ممكن أيضا يخفف الوزن، فهو يعني ممكن حتى يكون مساعد على الرجيم. شخصيا يعني لما كنت معلم خصوصا المرحلة الثانوية كنت أتمنى طلابي يدخلون في الحب، يعني أنا أحس الإنسان لما يحب يصير إنسان أبعد عن العنف. هذه فكرة ما هي فكرة علمية، أنا مجرد انطباع شخصي ما أنا متأكد، لكن أحس المراهق إذا حب يدخل في علاقة لطيفة مع الوجود ومع الآخرين، ويقلل من انجرافه حول أشياء كثيرة. عموما في ناس حاولوا يفهمون العلاقة بين الحب والسعادة، وقالوا لك أن الحب هو شكل، يعني هو وسيلتنا للسعادة، فالحب هو يعلمنا كيف يكون عندنا طموح في المستقبل، الحب يدفعنا باتجاه المستقبل، يعطينا دافع لأن يكون المستقبل بالنسبة لنا أجمل. وفي ناس قالوا لا، الحب يعطينا ارتباط بالحاضر، يعني يساعدنا على كيف نرتبط ونقدر القيمة اللي احنا فيها في حاضرنا، يعني الإنسان اللي يشعر بالحب يشعر بأن وجوده الحاضر الآن له قيمة. في ناس قالوا أيضا الحب يساعدنا على فهم الماضي، يعني الناس اللي حياتهم فيها حب سواء لأشياء أو لأفعال أو لآخرين، هذا الحب يساعدهم حتى الارتباط بماضيهم، يعني يصير حياتهم فيها اتصال جميل مع الماضي والحاضر والمستقبل. هذه تصورات مختلفة لكيف نفهم. طبعا في ناس تكلموا عن الحب باعتباره أخلاقيا، هل يجب على الإنسان أن يحب الناس؟ هل فيه واجب أخلاقي أن نحب الآخرين؟ هذا سؤال. أم أنه ما يجي؟ هل من العدل أن نحب ألف أكثر من باء؟ يعني نفترض أم عندها طفلين، هل يحق لها أخلاقياً أن تحب واحد أكثر من واحد؟ في ناس أيضاً ربطوا الحب السياسة والحقوق، وقالوا أن هذه مؤسسة علاقة الحب، هذه قديش تتمثل فيها مثلا التراتبية بين الذكر والأنثى، قديش يكون فيها استغلال من طرف إلى طرف آخر وهكذا. حتى موضوع سياسي الحب يعني تم دراسته من هذا الموضوع.
هذه تقريبا مباحث وأسئلة فلسفة الحب بشكل سريع ومختصر، حبيت بس أعرضها قدامكم على أساس تصير زي الخلفية الذهنية أو الخلفية المعرفية خلف نقاشنا اللي بيتم الآن. الآن أتيح الفرصة مرة ثانية لسعد بحيث أنه يعرض لنا أول نموذج أو أول ثيمة في هذا الكتاب. تفضل سعد. يعطيك العافية أستاذ عبد الله على الشرح المفصل فلسفة الحب عافيك. وتنوعه، فعلا فعلا وأسئلة كثيرة جدا لهذا الحب. طبعا راح أبدأ أنا أولا في نطرح الثيم اللي هو الحب الإيروتيكي، الحب كرغبة جنسية. الحب كرغبة جنسية هم يرون أن الحب هو مجرد صورة غاية الرغبة الجنسية، يعني هي الرغبة الجنسية هي الغاية، حدوث الجنس. فهم يتطرقون للجنس بشكل يعني أوضح بحيث أنها هي الحب، فالحب هو الجنس، هذا هو الحب الإيروتيكي. ويتضح تماما خصوصا عند الفيلسوف مونتاني. طبعا الحب الإيروتيكي أو شيء لوكريس، طبعا لوكريس أنا صراحة أول مرة يمر علي ذا الاسم، ما قد مر علي من قبل، فأول مرة علي في خلال هذا الكتاب. بعد إذنك طبعا سعد، بس بقول للحضور ترى سعد عنده برزنتيشن واضح يمين، إذا ما هو واضح لك في الشاشة الأساسية تقدر تروح يمين وتضغط على البرزنتيشن يصير هو الشاشة الرئيسية قدامك. عموما أنت تقدر تختار أي شيء، لكن العرض متوفر، إذا ما هو على الشاشة الآن فتلقاه على اليمين. سام سعد، اولا راح اتحدث عن لوكريس. طبعا لوكريس زي ما ذكرت انه اول مره يمر عليه ذا الاسم، ما قد سمعت عنه من قبل الا من خلال هذا الكتاب. طبعا معلومه بسيطه، يا سعد في احد سوالك ميوت بالغلط، ارفع الميوت عن نفسك لو سمحت. سعد في جنب الكام. تمام، اي الحين تمام، ممتاز. تفضل. طبعا زي ما ذكرنا لوكرس هو من اتباع مذهب الابيقورية. طبعا وش هو المذهب الابيقورية؟ هذا مذهب قائم على مبدأ اللذة كهو الغاية من الحياة، بمعنى الانسان يحاول ان يتلذذ في الحياة قدر الامكان ويبتعد عن كل ما يسببه الالم، فتخلص المذهب الإيقورية عن اللذة وتجنب الألم طبعا بصورة عامة. لوكريس تقريبا هو حلل الحب بأكثر من شكل. أول تحليل له يقول أن الحب عبارة عن رغبة لا تنتهي. الحب عند لوكريس هو يشبه بعذاب تانتالوس. طبعا هذا تانتالوس يرى الماء يتلاشى من الأرض يحاول أن يروي عطشه، فهو يرى الماء وافر في كل مكان ومع ذلك لا يروي عطشه، يتلاشى كل ما يحاول أن يروي عطشه يتلاشى الماء زي السراب تقريبا. فهو يشبهها بالحب، الحب عبارة عن رغبة لا تنتهي، عبارة عن نهم. طبعا تلاحظ ان هذه الرؤيه تقريبا نفس رؤيه شوبنهاور، راح نتطرق عليها بعدين. فالحب عباره عن رغبه وراء رغبه وراء رغبه لا يمكن اشباعها. فمجرد ان تشبع رغبه لديك، يعني عندك رغبه محدده تشبعها،
تأتي لديك رغبة ثانية، وهكذا دواليك. فهو يرى أن الحب تكون الحالة الوحيدة، كلما زادت رغبتنا في تملك الآخر كلما احترقت قلوبنا برغبة مهلكة، فيكون عبارة حب عن نهم لا محدود. فكلما لديك الرغبة في تملك الآخر يأتيك رغبة أخرى وهكذا، وهذه الرغبة لا يمكن إشباعها، بمعنى لا يمكن أن تنهي رغبتك ولا تأتيك رغبات أخرى، لابد من توالي الرغبات. طبعا الرؤية الثانية يقول الحب يعني المتعة تمر عبر إرادة الآخر. دوكلاسين إيش يقول؟ إن الحب رغم إنها ساحرة، لكن متعة المحبة لا تأتي إلا من خلال الآخر. فأنا لما في الحب، كي أتمتع بهذا الحب، يجب أن تكون بإرادة الآخر. هو الآخر هو الذي يجعلني سعيد ومستمتع، وأيضا غير يجعلني غير سعيد، ويجعلني أتألم برضه. فهي متعة من خلال الآخر، يعني هذا الحب عبارة متعة تتطلب وجود الآخر وبإرادته أيضا. المتعة هذه لا تتحقق إلا من خلال إرادة الآخر بحد ذاته. طبعا هذا المثال يعارض عن مذهب الإبيقوريين باكتفاء الذاتي. الإبيقوريين يقولون أن المبدأ الأساسي للذة أن تكون أول شيء مكتفي ذاتيا، بمعنى أن لا تكون لديك احتياج خارج عن ذاتك. لأنه كان لديك احتياج خارج عن ذاتك يحدث الألم، لأن هذا الاحتياج إذا فقد هذا الاحتياج يصبح الألم موجود مكانه، مكان هذا الاحتياج. فالإبيقوريين يرون أن كمبدأ اللذة يجب أن تكون مكتفي ذاتيا، وهذا يخالف الحب. الحب لا يرى اكتفاء ذاتي، ده هي فهي متعة مع وجود الآخر وإرادته. طبعا النقطة الثالثة هو يطرح الهم الثلجي. طبعا إيش الهم الثلجي؟ الحب بين العاشق والمعشوق يكون المعشوق عصيا على الفهم. لما أنت تحب شخص لا تتنبأ بأفكاره بدوافعه بتصرفاته، فيصبح لدينا شك داخلي داخل هذا الحب. يعني رغم أن وجود الحب مع الآخر موجود في أقصى المراحل، إلا أن هناك شك وهم وقلق بسبب أنك لا يمكنك أن تتنبأ أفكار وتصرفات الآخر. فرغم الحب يعطيك نوع من الأمان، إلا وسط هذا الأمان يوجد شك، يوجد هذا الشك، فهو سماه هم ثلجي. شبهها بالثلج أعتقد لأنه هذا الهم يكون غارق في وسط المتعة، فهو شبه بالهم الثلج، وليس الهم الذي يثيرك جدا، وإنما الهم في وسط متعة، في وسط متعتك مع المعشوق، إلا أن هناك هم وشك بسبب أنك لا تتنبأ بتصرفات الآخر، ويبقى الآخر عصيا على فهمك له. طبعا هناك تساؤل يطرحه لوكريس، يقول ما سر انغماس المحبين في الحب؟ لماذا نحب؟ إيش سبب الحب؟ ليش ندخل في متاهات الحب نصبح عاشق ومعشوقين؟ هو يرى أن الحب يعرض سمات تخيلية ابتداء من الذرات التي تخرج من المحبوب فترتطم بعين المحب، فيرى المحبوب بصورة متكاملة. هذه فكرة التبلور، واللي يشرح لها ستاندل. طبعا إيش هذه الفكرة؟ أن العاشق يرى معشوقه من خلال ذرات، هذه الذرات ترتطم بعينه فيرى الآخر كصورة كاملة، كصورة إلهية. بمعنى العاشق قد لا يرى عيبا في المعشوق، هو يرى بصورة تكاملية بسبب أن هذه الذرات ارتطمت بعينه وعطته هذه الصورة الذهنية عن الكمال. وهذا السر
هو يعتبر السر مشؤوم للحب، هذا السر الذي يجعلنا ندخل في علاقة حب، بسبب أن نرى الآخر صورة كمال وصورة الإله من خلال هذه الذرات التي ترتطم بعيوننا. طبعا لوكريس يطرح حل للموضوع، فيقول في مسألة العلاج من الحب أن يعتبر اللي هو الحب مرض، ويرى أن الحب مرض، ويكمن الخلاص في تعددية الحب وتحرر الجنس. هو يرى إيش؟ أن الحب يكون علاقة فردانية بين أنا والآخر، ولكي لا تقع في هذا الحب يرى بأن تتعدى العلاقات في الحب، لكن يعني عندك علاقات متعددة، جنس متكرر بأكثر من شخص، لكي لا تلتهمك نسور الغيرة. هو يرى الجنس مع شخص واحد هو الذي يزرع علينا مفهوم الحب تملك، بينما الجنس المتحرر وأكثر من شخص ومتعدد ما يعطينا فرصة لكي نرى الصورة التكاملية للآخر. فاليوم مع شخص، وبكرة مع شخص آخر، وبعد بكرة، وهكذا دواليك راح يحمينا من الوقوع في هذا الحب. هو يقول على مثاله: نمحو الجراح القديمة بندوب جديدة. فيرى أن الهروب من الحب لا يعني الحرمان من متع فينوس، طبعا فينوس هي آلهة الجنس عند الأغريق، بل الاستمتاع دون فدع، دون دفع الفدية. بمعنى أن الحب، الجنس من خلال الحب يجعلنا ندفع فدية الألم والمعاناة والقلق، وهذا هي مشكلة الحب. فهو يعطينا أن نقدر نتخلص من هذا الحب وفي نفس الوقت نستمتع من خلال تحرر الجنس من شخص واحد. فيرى أن تعدد العلاقات بالجنس تجعلنا نهرب من جحيم هذا الحب. طبعا الصورة يعني تقريبا الرؤية الأساسية لوكريس، أتمنى وضحت لكم. الحين ننتقل عند مونتين. طبعا مونتين معروف أنه كان صريح في اعترافاته، صريح في آراءه الشخصية، يعني طريقة الحياة الشخصية، حياة الجنس وما إلى ذلك، الجانب المخفي عننا، وتعتبر يعني حالة شخصية. مونتين بالعكس كان معروف بجهره، بل هو أساسا أنه يدعم حرية الحديث في هذه الأشياء باعتبار أن هذه طبيعية فلا داعي نخجل منها. طبعا مونتين نعرفه فيلسوف فرنسي مولود في عصر النهضة، طبعا أبرز مؤلفاته كتاب الاعترافات. من خلال هذا الكتاب يعني تقريبا اعترف بأشياء كثيرة عن حياته الشخصية. طبعا مونتين يمدح المتع الأرضية، يرى مونتين أن الموت يمنح الوجود طعما وكذلك المحدودية الإنسانية التي يتميز فيها الضمير. فيرى أن على المرء أن يتمتع بالحياة ويتلذذ بنعم الطبيعة التي وهبتها إياه في صورة جسدية، ولكن لابد من اقترانها بالعقل لكي تصبح ضرورية من جهة ومعتدلة من جهة أخرى. طبعا هو إيش يقول هنا؟ أنه الموت يعطي الوجود طعم، وهذا الطعم نفس طريقة الضمير. فمسألة الضمير يجعل أن المرء يتمتع بالحياة، لازم هو يرى أنه لازم يتمتع بالحياة ويتلذذ، لأن هذه من سيم الطبيعة، ومن سيم الطبيعة هي الرغبة الجنسية لدينا. فهو يرى أن يجب على المرء أن يتمتع بالحياة عن طريق الرغبة الجنسية، ولكن هذه الرغبة لابد من اقترانها بالعقل. طبعا هو قرن الرغبة بالعقل، هو برضو لديه وسواس عن لوكريس. كان لوكريس في فكرته كان يقول أن المتعة تبر عبر إرادة الآخر،
بين المومنتين هو يرى أن يجب أن يكون إنسان حر. فهو هنا قارن الحب بالعقل لكي يعطي العاشق والمعشوق الحرية من قيود الحب، فهو تصبح ضرورية من جهة كرغبة جنسية، ومعتدلة من جهة أخرى أنه يكون الحب عقلاني. طبعا ننتقل إلى الجنس وتمهيداته. طبعا عند مونتين عنده رؤية للجنس كان يخالف رجال عصره، طبعا هو يعتبر رؤية جدا جميلة. فيرى أن في أثناء الممارسة الجنسية يقول أن يجب أن تأخذ وقتك، فكل ما يؤخر المتعة يلهبها، ولا تجعله كالمطاردة وافتراس الآخر، وإنما بتمهل وتأمل. طب هنا يشبه الممارسة الجنسية أنه لا يجب أن تكون على عجل، لا تشبه أن تكون كمطاردة وك كالحيوانات، يعني كتصور الحيوانات لما يمارسون الجنس كتصور حيوان كذا، تحس أن كل طرف يلتهم الآخر، بينما هو يرى أن ممارسة الجنس يجب أن تكون كدخول قصر فاخر. لما الواحد لما يدخل قصر فاخر يرى المباني ويتأمل في الجدران ويتأمل في الصالات ويتأمل في هذا المبنى بشكل كامل، ويتمهل حتى في المشي، فيشبه أنه هذا دخولك القصر هو كدخولك للممارسة الجنسية. فيجب أن تتمهل، أن تعطي نفسك فرصة للتأمل للتفاصيل هذا الجنس، ولا تجعله كالغريزة الحيوانية التي تطارد الفريسة. طبعا من خلال الجنس هو يرى لوكريس عفوا مونتين أن يجب أن تكون في الجنس متعة متبادلة. هو يقول أن لا توجد متعة تنبع من الجسد وحده دون البحث في الخارج عن متعة تقبل متعته. فمتعة المرء مرتبط بالشريك الآخر وليس بذاته فقط، ويرى أن امتزاج الشريكين دون ضرورة المتعة بمثابة خيانة أو جريمة. طبعا فكرة المتعة المتبادلة أنه من خلال ممارسة الجنس يجب أن يكون عاشق راغب للجنس والمعشوقة أيضا راغبة، وجود أيضا هناك المتعة، وهذه المتعة طبعا تنشأ من خلال الحب. فلو كان إذا كان الطرف الآخر لا ليس لديه هذه المتعة المتبادلة الآخر يحدث خيانة وجريمة مثل الاغتصاب. الاغتصاب متعة غير متبادلة، لماذا؟ لأنه الطرف الآخر ليس لا يقبل المتعة، فهذا يعتبر جريمة. وطبعا أيضا من صورك أيضا الاغتصاب الزوجي للأسف أن يعتبر أيضا هذه جريمة، لأنه يعتبر أنها متعة غير متبادلة، بينما أن الجنس يجب أن يكون فيه المتعة متبادلة من الطرفين. فالمتعة أساسا لما أنت تريد المتعة يجب أن تبحث عن متعة خارج تستقبل متعتك. فعندما لا يوجد مستقبل لمتعتك وتفرضه يعتبر هذه خيانة وجريمة للجنس والحب. طبعا مونتين مفهوم الحب هو تقريبا رأيه في الحب مخالف عن رأي أغلب الفلاسفة، فهو يرى أنه في الحب يوجد يقظة وحيوية ومرح، ولا يرى فيه المتاعب ولا الأسى ولا اضطراب ولا ارتباك. يعني هو يرى الحب نظرة إيجابية جدا، بعكس أن أغلب الفلاسفة يرون أنه زي شوبنهاور يرى أن الحب حيلة للإنجاب، والإنجاب طبعا هو شوبنهاور لا إنجابي زي ما راح نتطرق له، فيرى أن الحب يؤدي للإنجاب والإنجاب يؤدي للرضيع لحالة من الألم والمعاناة. طبعا هنا مونتين لا بالعكس، عكس أغلب الفلاسفة اللي راح نذكر لهم، هو يرى أن الحب مرح حيوي يقظ، وليس شعور سلبي بالألم والشقاء والمعاناة. طبعا هنا التحكم في الشعور زي ما ذكرنا هو يربط الضرورة والاعتدال، زي ما ذكرنا أنه يربط الرغبة وأيضا مقرونة بالعقل. فهو يذكر هنا في التحكم في الشعور
يرى مونتين أن يجب الاعتدال في الحب من أجل سيادة الذات، فالخضوع للآخر كان مسبب رعب كبير لمونتين، ولذلك يرى أن التمتع هو خير طالما لا يقيد الحرية والاستقلالية وامتلاك الآخر. فهو يرى أن لا بأس بأن نعير أنفسنا للآخر، ولكن لا يمنح نفسه إلا نفسه. طبعا دائما مفهوم الحب أن هناك في تملك للآخر، بينما مونتين يرى أن الحرية مقدسة لديه ولا يرضى بأن يكون مقيد للآخر. فلذلك أنه يرى ربط مفهوم الحب بالعقل لكي لا نصبح عبيد للآخر. فهو يرى يجب أن نتحكم في الشعور ولا نحاول أن نصبح عبيد للآخر من خلال الحب وحده. هو ربطه بالعقل لكي نتيح لنفسنا الحرية واستقلالية، ولا نكون مجرد مملوكين من الآخر العاشق. طبعا مونتين قارن بين الحب والصداقة وأيضا الحب الزواج. الحب والصداقة هو يقول أن صعقة الحب صحيح أنه أكثر نشاط وعنف ولذة، إلا أنها متهورة وفيها طيش، بينما الصداقة على عكس من ذلك. الصداقة تكون غالبا متينة معتدلة، وأيضا يمكن الوثوق بها بعكس الحب الذي يتخلله فيه الشك والقلق. وأيضا الحب إذا كان الصداقة ليس لديها غاية، فأن صديقك ليس من أجل وسيلة خارجي، فالصداقة الحقيقية هي غاية في ذاتها. أنا صديقك لأن صديقك وليس من أجل شيء خارجي عن صداقتنا. فهو في الصداقة اللي يختلف عن الحب أن الصداقة تكون فيها وحدة تامة بين الارتباط والحرية. فالصداقة أنا مرتبط مع الآخر، ولكن الآخر له الحرية التامة وأنا أيضا لي الحرية التامة رغم الارتباط الذي بيننا، بعكس الحب الذي يكون فيه نوع من التملك للآخر. طبعا الحب والزواج هو يرى أن الحب والزواج لا يتوافقان، وأن أي محاولة للجمع بين الحب والزواج نخاطر بإفساد الاثنين، بإفساد الحب من جهة والزواج من جهة. فيرى أن الحب قائم على المتعة، فهو متعة ورغبات، بينما الزواج قائم على الديمومة والعدل والشراب والشرف والفائدة. فالحب يكون نوعا ما يعني زي رغبة متقدة، عاطفة شديدة. الزواج بالعكس إنه يعتبر كديمومة، كنوع من الحالة من الرقي والسكون. لذلك الحب يرى فيه الاشتعال والزواج فيه سكون. لما نجمع بين الحب والزواج راح نفسد الاثنين مع بعض. فهو يرى أن لا يمكن الحب والزواج أن يجتمعان. ولكن الحب والزواج رغم أنهم لا يجتمعان إن عندهم صفة مشتركة، وهي صفة وهو يسميها الاستلاب، بمعنى أن يكون الآخر يسلب ذاتنا وهو يعتبرها نقيصة كبرى. فهو الحب يرى أن فيها سلب الآخر، وأيضا الزواج يرى فيه أنه سلب للآخر رغم أن الحب والزواج لا يجتمعان مع بعض. طبعا راح نفتح الباب للمناقشات. انتهيت كذا من الحب الإيروتيكي. راح يشرح بعدي أبو ياسر الحب المثالي، لكن قبل يشرح أبو ياسر إذا كان عندكم أي مناقشات، أي مداخلات، انتقاد، الباب مفتوح. أول الشات حقيقة قوي جدا، يعني فيها نقاط كثيرة. أنا جزء الشات ما أقدر أشوفها. أي أنا بصراحة هو في خطين مختلفين، يعني في خطين من النقاش اللي أنت فاتحه وفي خط الشات.
انا شخصيا ما ادري والله، يمكن الناس عندهم قدرات استثنائيه، انا ما ادري كيف الواحد ممكن يجمع اثنين. انا احاول طبعا اقرا هنا اسمعك واقرا هنا. اني هاو، عموما مبارك طالب مداخله، تفضل يا مبارك. كذا صوت واصل؟ طيب، أنا سعيد أن أكون معكم اليوم. عندي نقطة بس بسيطة، أنه أتمنى أنه الدكتور عبد الله أنه يكون في رسالة قبل الندوة والموضوع بيومين، عشان لأنه رسالة جتني مفاجأة، فدخلت في الندوة بشكل مفاجئ، ما خططت لها أبد. نفس الموضوع اللي أنا قرأت عنه قبل يومين من شايع لقيان، اللي قال فيه أن الحب يتسق بالتبعية مع الجنس. أنا أعتقد أن الموضوع ذا يعني فيه إشكاليات كثيرة، ما أبي أطرح وجهة نظري، خلني أطرح الإشكاليات في هذا الرأي أفضل من أني أطرح وجهة نظر يعني مخالفة في الحب. الإشكالية الأولى، كيف نفسر اللاجنسية عند بعض الأفراد؟ في بعض الأشخاص لاجنسيين وفي نفس اللحظة يشعر بمشاعر حب، كيف نفسر هذه الحالة؟ الإشكالية الثانية، كيف نفسر إذا كان الحب يتسق من أو هو قناع للجنس، أقصد إذا كان الحب هو قناع للجنس أو هو أحد أدواته في الوصول للغاية، طيب كيف نفسر أنه في اللحظة الجنسية القصوى يستطيع الحب أنه يسيطر على مشاعر الجنس، فكيف للفرع أن يسيطر على الأصل؟ هذه إشكالية ثانية. فبالتالي طرح فكرة أنه الجنس يتسق أو الحب يتسق مع الجنس بالتبعية أو كأنه فرع من الجنس، أعتقد فيها طرح يعني كأنه فيها إقصاء أو ضرب لجذور أصيلة للحب. والدليل أنه الإنسان ممكن في حال لا جنسية، الإنسان يمر عليه لحظات يكون لا جنسي أو أنه في لحظات يكون ما عنده مشاعر جنسية، ولكن في هذه الحالة يكون عنده مشاعر الحب في أقصى مراحلها. كل هذه الإشكاليات أعتقد أنها تعطيني مبررات في أني ما أقتنع بوجهة النظر اللي تطرح، اللي هي أنه الحب جزء من الجنس أو الحب جذورة جنسية ايا كانت التفسير. الجزئيه الثانيه ولا تقدر مهمه طرحها الاستاذ بساعد، يقول انه الانسان عشان يتحرم من الحب يحتاج يدخل في حالات متعدده، وانه الانسان راح يحصل على الجنس من خلال يعني كانسان رغبته الاساسيه الجنسيه يعني الاصيله ممتعه اساسا. لا، مش ممتعه. المتعه في الجنس يكمن الجنس بدون ممتع أساسا، يعني الممارسة الجنسية بدون حب من وجهة نظري لا تستحق الممارسة. من الأفضل الإنسان يمارس بشكل ذاتي، يمارس بشكل فردي، عادي جدا، ما فرقت يعني بالنسبة لي. أنا شخصيا أرى ما في فرق جوهري بين الممارسة الجنس بدون حب والممارسة الفردية، إنك تمارس مع ذاتك، ما في فرق أصيل نهائيا. فبالتالي انت قاعد تفقد الجنس من 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 ميزة قوية جدا، وهو اختلاط الجنس مع الحب. فعدم يعني ممارسة الجنس بدون حب اعتقد انها ممارسة يعني لا ما فيها شغف، ما فيها ذاك الولع، ما فيها ذاك الشيء اللي يخليك تشعر انك انت راح تدخل في تجربة روحية. الجنس الحب اذا يعني كان موجود في اللحظة الجنسية يعطيها خلينا نقول يعني مسحة روحانية أكثر، كأن الممارسة تغلب عليها يعني الرقي الروحي أكثر مش الجسدي. في المتعة تكون أكثرها تركيزها متعة روحية مش متعة جسدية. فلازم أن احنا نميز بين الجنس بحب ونميز بين الجنس العادي التقليدي الأصيل، خلينا نقول عشان ما نلغيه، لهو جنس أصيل أقرب إلى الممارسة الحيوانية، فلازم نميز بين هذه الجزئيتين.
هذه النقطتين في بس رأيي ما كان ودي أطرحه، لأنه ما ودنا إنه نطلع آراء ثانية، نركز على الرأي اللي طرح في الندوة. شكرا لكم، واسع إطالة. شكرا لك اخوي مبارك، يعطيك العافيه. طبعا هو الاعلان للجلسه تم قبل يومين على حسابي على تويتر، فهو كان هناك الاعلان ورابط التسجيل، والرابط يعني رابط الجلسه نرسله قبل نص ساعه من الجلسه، فهناك تكون الاعلانات يعني اذا حبيت انك تتابع مواعيد الجلسه. بالضبط، في اكثر من مداخله، بس طبعا ما راح، طبعا انا اتمنى المداخلات الان على الفكره الاساسيه الان، يعني ما يعرض الان هو على الحب اعتباره ممارسه جنسيه، يعني او فهم الحب اعتباره شكل من اشكال الجنس او الجنس. هذا نريد النقاش يكون على هالنقطه، لان بنعرض بعد شوي وجهات نظر اخرى مختلفه للموضوع. طبعا في ترى مفهومين للجنس، يعني في مفهوم للجنس بمعناه الدقيق للكلمه اللي هو الممارسه الجنسيه بين ذكر وانثى او بين كائنين، وفي الجنس بالمعنى الفرويدي اللي هو انتماء انسان لانسان او ارتباط انسان بانسان، يعني يصير فيه القرب شكل اشكال الجنس، الحضن شكل اشكال علاقه الطفل بامه مثلا شكل اشكال الجنس. فاحيانا مفهوم الجنس يكون اوسع من الممارسة الجنسية، فنحط هذا التمييز في أذهاننا. طيب ناخذ مداخلات مختصرة، وأتمنى أنها تكون في هذه النقطة تحديدا. صالح سالم تفضل. مساء الخير يا كرام، دكتور عبد الله وأستاذ سعد، أشكركم كثير على الطرح الثري للموضوع. الله يعطيك. والعنوان اللي فعلا يعني مهم جدا، لأنه في الحقيقة أصبح الحب بين يعني صراع تسطيحي في المسلسلات، مثل المسلسلات اللي تقوم على جانب الرومانسي بشكل كبير، وأصبح الحب كأنه شيء هلامي وأساطير، أصبح كالأسطورة، يعني إنه لو في عشيقين يحبوا بعض مثل روميو وجولييت، هذول صاروا أسطورة بالنسبة للبشرية كلها. وبين نظرة أخرى بأنها يعني تنفي موضوع الحب تماماً، وأن الحب هذا كذب وغير حقيقي. الحقيقة اهتمامي بالحب شخصياً في فلسفة العلم اللي هو في جانب علم الدماغ. الدماغ يرغب الإنسان الآخر، رقم واحد عنده نشر الجينات اللي هو الجنس، رقم واحد في علاقات البشر الاجتماعية هي في علم الدماغ، مبنية على نشر الجينات في المصطلح العلمي اللي هو الجنس بالمصطلح اللي الاجتماعي. لذلك نادر ما تجد عشيقين مثلا يعشقون بعض على غير جنس، يعني نادر جدا، وإن حصل هذا يحصل لأسباب أخرى لها ارتباط بالجنس بطريقة غير مباشرة، ما أحب أطيل فيها. الأمر الآخر جانب هنا يربطنا بجانب آخر، اللي هو جانب هل الجنس في الحب، يعني هل الجنس أيضا مرتبط بالحب باعتبار أن الجنس لا يمكن أن يكون بغير حب، يعني لا يمكن أن الإنسان يمارس مع جنس. وأنا يعني من خلال نقاشات كثيرة وكذا تجد بعض الناس يذكر بأن الجنس لا يمكن أن يمارس إلا لابد أن يكون مع حب. هذا أيضا له ارتباط بالدماغ، لأن الدماغ مشحون ببيانات جعلت هذا الجنس اللي أول من نقد المركزية أو التفكير الغربي للجنس أو للجسد عموما اللي هو نيتش، باعتبار نقد الميتافيزيقا، لأنه كان الجسد منبوذ منذ الأفلاطونية واليونانية إلى تقريبا مرحلة نيتش، كان الجسد ينظر له نظرة ثانوية، والنفس والعقل هي التي دائما تسمو وهي التي تسيطر على الجسد. بينما الطرح المعاصر خصوصا مع داروين والداروينية قلبت الموجة، يعني انقلب تماما، فأصبح أصلا المنطلق هو الجسد، يعني إحنا نفكر من خلال الدماغ، فبالتالي الدماغ هو الذي يبني لنا هذا العالم، هو الذي يبني علاقاتنا، هو الذي يبني أيضا مشاعرنا. الحب ليس في القلب وإنما الحب في الدماغ، والجنس ليس في العضو التناسلي وإنما الجنس في الدماغ. وهنا أحيل إلى كتاب رائع جدا، خصص مبحث مستقل
في متعة الحب سماه في الدماغ، وهو كتاب بوصلة المتعة. يعني يناقش الحب باعتباره شيء رائع جدا، وهو الذي يبني علاقات البشر، لكن ليس بالحب، حب التضحية، ليس بالحب الذي ينتهي بانتحار أحد الحبيبين إذا خانوا الآخر، ليس بالحب المبني على عدم الخيانة، ليس بالحب المبني على المصلحة، لأنه هو امتلاك. هذا الجسد ليس امتلاك للآخر، ليس امتلاك لأي إنسان، هذا الجسد ملك للإنسان نفسه. الأنثى تملك جسدها والرجل يملك جسده، يعطيه من يشاء وتعطيه من تشاء، لا يملكه شخص آخر باسم الحب. يعني إذا دخلنا في الامتلاك أصبح الحب هو سلطة، والحب ينبغي أن يكون ليس سلطة، وإنما ينبغي أن يحرر الإنسان من السلطة فلسفيا. ينبغي أن يصبح الحب حب ممتع وليس حب ممتلك. إذا وصل إلى الحب الممتلك أصبح كل ما يخص هذا المحبوب ممتلك، وهذا الذي ينهي علاقات الحب بالفشل. يعني لما الإنسان الذي مستوى الحرية عالي جدا عنده نادر جدا يدخل في علاقات حب. لماذا؟ لأنه لا يريد الامتلاك، لا يريد أن يمتلك هو، ولا يريد أن يمتلك أيضا، لأنه إذا دخل في أنه يريد أن يمتلك غيره أو يمتلك هو، فبالتالي أصبح هنا كأن الحب هو ليس الحب في ذاته، وإنما أصبح كأن الحب وسيلة للامتلاك. فهو لا يستطيع أن يمتلك إنسان بأي أسلوب آخر إلا بأسلوب أو بحجة الحب. لما يقول للمحبوب بأني أمتلكك، فهو في الحالة هذه أعطاه أقوى سلطة، إنه أنا أحبك. فلذلك ممكن الأنثى تقول له أغار عليك، أو هو يقول أغار عليكي، أو ممكن مثلا أن يمتلك كل حتى علاقاتها، حتى تفاصيل حياتها، والعكس أيضا هي تمتلك كل تفاصيل حياته. فبالتالي هنا يصبح الحب ليس لأجل الحب، هذه المتعة الرائعة التي موجودة، وأنا ما أحب أطيل، وإلا حتى عند الحيوانات، يعني الهرمونات المعروفة الأربعة اللي هي هرمونات الحب، الدوبامين والسيروتونين والإكستوسين، هذه الهرمونات هي التي تفرز عندما نرى إنسان يعجبنا في أول لقاء. لذلك المصطلح الغير دقيق اللي هي اللي بس عشان ناخذ مداخلات أخرى. أي عفوا، أشكركم على الطرح هذا وأعتذر عن الإطالة وشكرا لكم. يا مرحبا جعفر، بسرعة. على فكرة احنا في ترى جولات للمداخلات أخرى، فإذا حبيتوا جعفر وحسين، إذا ما كانت المداخلة على موضوع الحب والجنس ممكن رحلها للفقرات الأخرى. في الأخت تسألني عن بس كيف يكون حب الطفل لأمه نوع من أنواع الجنس، هذا بالمعنى الفرويدي يعتقد أنه الجنس ليس فقط الممارسة الجنسية، كل اتصال بين إنسانين وجذب، كل انجذاب بين طرفين، هذا شكل من أشكال الجنس واللي تحقق فيه اللذة. جعفر، إذا ما دخلتك في هذا المحور تحديدا تفضل. أهلا. هو فعلا داخل في الموضوع بس على عجالة، مع أن الموضوع يعني متشعب، لكن بحاول أختصر. بس في النقطة اللي في أحد أثارها هنا الأستاذ مبارك، أعتقد هو موضوع علاقة الجنس أنه مستحيل يصير الحب بدون جنس، أو الجنس بدون جنس، ما جنس عفوا بدون حب ما له قيمة وما له معنى من هذا الكلام. طبعا هذا الكلام لا، من ناحية أتكلم علمية لا يمكن يكون صحيح. لا خلنا يعني بشكل دقيق جعفر مبارك قال كيف؟ إن خلنا بس نعيد كلامه بدقة. طيب هو قال إنه إذا الجنس بلا حب يساوي الجنس. إيه أنا فاهم. هو قال هذا من وجهة نظرة شخصية، ووجهات نظرة شخصية طبعا تختلف من شخصية. أنا اللي يهمني إحنا دائما المواضيع هذه نحاول دائما ما ننظر لها بالصورة العامة. إحنا لو جينا بالأرقام يعني بالإحصاءات، لا الجنس موجود بدون حب، اللي هو يسمى علميا الاقتران قصير المدى، هذا اللي هي علاقة عابرة سريعة موجودة طبعا عند الرجال أضعاف، الرجل أكثر ميل لها، وهذا موضوع يأخذنا كيف نظرة الرجل للجنس وموضوع الحب
المرأة هي ليش المرأة أكثر تمسكا بالحب؟ لأنها ترى في أكثر مكسب لها، لأن هي دائما تبحث عن إيش هي الكسبان لو حصل مثلا حمل. خلينا طبعا نحن نتكلم من ناحية العلمية، هو يقول لك هنا التكلفة، تكلفة الجنس عند المرأة أعلى بكثير، لأنه ممكن يصير حمل وبتتورط مع هذا البذل. فهي أكيد ترغب في الرجل الذي يرغب في علاقة قوية. وش اللي يأكد هذا؟ أكثر ضمانه هو الحب. هنا الحب ضمان، أنا أضمن أن هذا الشخص يبيني يشوفني أهم شخص وكذا، وشخص مهم في حياته. طبعا لذلك أنا أرأى موضوع هذه العلاقة الحب على عجالة، بس الحب بالجنس لنفهمها أكثر هي علاقة الحب بالطبيعة الإنسانية، بالطبيعة. طبعا هي على ثلاث محاور، أول شيء كيمياء الدماغ، فعلا زي ما قال أستاذ صالح فعلا من الآخر، يعني في دراسات يعني مثلا للأشخاص المحبوبين الواقعين في الغرام حصلوا أنه في كيمياء في الدماغ. وبرضه موضوع لو جينا بشكل عام الإحصاءات ترى الناس المرتبطين مع بعض نلقى أن لا في علاقة بين موضوع الجنس أو موضوع الطبيعة الإنسانية في البقاء. فمثلا نجد أن مثلا المرأة دائما تفضل الشخص الأكثر اهتمام بها والأكثر التزاما والأكثر موارد، حتى يعني الشخص الأكثر وجاهة وشهرة وكذا إحصائيا هو نسبة ارتباطه أكثر. وبرضو العكس في المرأة، مثلا إحصائيا الرجال يميلون، يعني بالأرقام أنا ما أتكلم عن بالأرقام، الرجال يفضلون المرأة اللي نسبة خصرها إلى وركها أقصر، وهذه أرقام قوية فيها. طبعا أوكي إحنا الآن قلنا أنه واضح، يعني في أدلة بالعشرات بموضوع علاقة الحب بالطبيعة الإنسان في البقاء. لكن أنا بتجاوز هذا كثير، هنا في فهم مغلوط أن هذا يعني أننا بنختزل الحب. هو مش اختزال بقدر أنه فقط يعني إحنا كذا نحاول نفهم طبيعة الشيء. يعني مثل الفرح والحزن والحياة والموت وأي طبيعة إنسانية، بس في لحظات بسرعة يا الله معلش أنا عارف إني طولت. طبيعة الإنسان هذه إذا فهمناها مو معنى هذا أننا اختزلناها أو إحنا قللنا من شأنها، إحنا نحاول نفهمها ثم نحاول نعطيها معنى ونحاول نعطيها قيمة ونضيف لها قيمنا الأخلاقية، طبعا قيمنا في المساواة في العدل في الأخلاق بشكل عام، وقيمة أيضا قيمة أخرى متعالية مثل علاقة الأم بالطفل. إحنا نعرف أنه علاقة الأم الآن الأدلة واضحة أن فعلا الأم تحمي أطفالها لأنهم هم اللي يحملون جيناتها، وأيضا أقاربها، كل ما بعدت العلاقة كل ما كان أقل الاهتمام. وفي كثير كلام عليها ما أقدر أنا والله أدلة بالعشرات عندي، بس ما المجال ما في. لكن هل هذا يعني أننا بنختزل علاقة الأم بالطفل لكونها هي علاقة لها هدف من أهداف البقاء؟ كل حياة أنها هدفها البقاء في كل مجالات فلسفة حب كلها، لكن هل هذا معناه أنها تفقد معناها؟ لا مو بالضرورة، بالعكس إحنا نستطيع، نحن كائنات نقدر نعطي معنى للأشياء، حتى الأشياء اللي واضح أنها لها أهداف بيولوجية وإلى آخره. فقط شكرا وأسف على الإطالة. عظيم عظيم. طبعا هو اللي يمكن مقصود بالاختزال أو الاعتراضات على الاختزال اللي هو فكرة الرد، أنك ترد ظاهرة متعددة الأبعاد على الأقل في الذهن المعارض لك إلى بعد واحد. هذه العملية يقول لك أنت ما تتكلم عن الشيء اللي أنا عن الظاهرة نفسها اللي أنا أتكلم عنها. حينما تقول أن الحب هو مجرد أو هو فعلا علاقة جنسية في أصله، قد يقول المعترض أن هذه الظاهرة أعقد من هذا، أن فيها عوامل كثيرة أعقد من هذا. عموما حسين، إذا كانت مداخلتك في هذا المحور تحديدا تفضل بشكل مختصر على أساس ننتقل للفقرة اللي بعد. وبعدك أيمن، عفوا حسين. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. الله يعطيكم العافية الشباب ما قصروا. ربما يعني أنا أعتقد أنه لا نستطيع أن نفصل بين الجنس والحب، أو لا نستطيع أن نفصل بين الحب والجنس كأنه الحب عامل أساسي، ولكن لا نستطيع أن نجعل الجنس هو عامل رئيسي جدا أو عامل مرتكز عليه، يعني بالذات في الحب. عالم النفس روبرت ستيرمرغ أثار نظرية اسمها نظرية مثلث الحب، حيث قسم الحب إلى ثلاث مراحل.
العلاقة الحميمية بين الشخصين حتى تتكون الصداقة، وعلاقة الحب الرومانسية، وعقبها مرحلة الالتزام، ثم العلاقة الجنسية. في مجتمعنا الشرقي أو في مجتمعنا نحن، يعتقد الكثير أن التعبير عن الحب هو الوحيد الجنس، وهذا الشيء يعني يعبر لنا عن آلية تعاملنا مع الشيء مع الجنس كشيء محرم خارج إطار الزواج، حيث ينحسب الحب بوصفه ارتباط جنسي في النهاية، بما يشكل ضغوط نفسية أصلاً على المحبين كونهم أصبحوا يمارسوا فعلاً محرماً، مما يؤدي إلى مجموعة من الاضطرابات النفسية والسلوكية. ولكن هذا خليط خاطئ على المستوى العلمي. علم النفس يؤكد أن هناك فروقاً واضحة بين الاثنين، فهما يميز الحب عن الجنس أن الحب حالة انفعالية شديدة ناتجة عن رغبة الفرد من الفرار من شعور بالنقص أو شعور بالحرمان النفسي أو من هذا الكلام. أما الجنس هو ناتج للكيمياء العضوية، أي شيء دافع للتخلص من التوتر والتوتر الغريزي المصاحب لحالات الشهوة، وغير محدد لشخص معين. فالجنس دائما غير موجه يعني أعمى، لا يميز بين الفرد وآخر، عكس الحب الذي يميز بين فرد وآخر. حتى في حالة الشبع الجنسي قد يظل الفرد في حاجة إلى الحب، فالرغبة الجنسية تنتهي بزوال المثير الجنسي أو الحافز الجنسي، لكن يظل الحب قائم. فمن ممكن أن ينسى الإنسان تفاصيل العلاقة الجنسية، كما ينسى الحالة المصاحبة للمتعة الطعام التي تنتهي بالشبع وهذه الأشياء. فمن المستحيل أن نفصل بينهم، لكن مستحيل أن نرتكز أو نرجع الجنس مرتكز كبير. لكن ممكن الجنس يكون في حالة الحب الحقيقي يكون هو معزز لحالة الحب الصحيح. يعني هذا ما أرانا، وإن شاء الله ما أكون أطلت عليكم الله يسعدكم. عظيم، داخل جميلة. طيب يعطيك العافية أخوي. في مداخلة أخيرة لأيمن، إذا كانت في هذا المحور تفضل أخوي أيمن. سعد الله مساكم جميعا. نعم صحيح، في هذا الإطار. شكرا لك دكتور عبد الله، شكرا لسعد وبقية الإخوان اللي تداخلوا، موضوع مهم جدا وأشغل بالي فترة، وكذلك أنا أصريت على مداخلة بعد مداخلة الأستاذ مبارك. يعني أنه مثلا لو وصفنا أنه الجنس فقط بدون حب هو أقرب للممارسة الحيوانية، يعني ما أدرانا لو أن الحيوانات كذلك لديها حب، والمصطلح أساسا خاطئ أن نطلق عليها ممارسة حيوانية. كذلك أنه وصفها أنه مثلا ممارسة الجنس بلا حب فيه شيء من عدم الشرف أو كذا، فأنا أختلف مع ذلك كليا. يعني منذ فجر الإنسانية يعني ممكن أنها تكون يعني أفلست، ومع احترام يعني دور البغاء ودور الدعارة هي ليست ممارسة الشخص لعملية جنسية بنفسه فقط، لا يعني في أختلف كثير مع مبارك. فأنا أروح مع إريك فروم اللي تكلم عن الحب وقال يعني أن الحب مثل الآلهة الموجودة ووجودها غريب ولكن ما حد شافه، يعني هو ليس إلا يعني تجريد، يعني هو وجود غريب. يقول بمنصة أنه في الحقيقة لا يوجد إلا فعل الحب، فالحب هو أن يكون المرء حيويا نشيطا بطريقة منتجة. ضمن ذلك كله فيما يسمى أو فيما يعني قال أنه الاعتناء، يعني هو ليس إلا اعتناء بشخص بشجرة بلوحة، هو فقط اعتناء ينتج عنه حيوية وحالة روحية رائعة. هذا اللي قاله منطلقا من أساس أنه فكرة الحب هي فكرة امتلاكية، ودلل على ذلك أنه في فيما بعد الزواج غالبا يتغير الوضع، ويتغير بناء على أنه يعني كل من الطرفين كل أعطى الآخر الحق في ملكية جسد الآخر، لذلك يعني يبدأ يتغير الوضع. ما ودي أطول، يعني هو عجبني إريك فروم فيما قال، خصوصا أنه قال يعني هو الحب آلهة يريد الطرفان يعني الخضوع لها فقط، هو كالتمثال ولا يعبر عن كيان الأشخاص. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. دائما شكرا لك. مدري سعد عندك يعني تعليق على المداخلات بشكل عام ولا ننتقل للفقره اللي بعدها؟ لا ننتقل للفقره اللي بعدها. فبس فعلا كانت مداخلات جميله، وفي واضح ان الحب له رؤى متعدده واختلاف جدا بالنظر.
اي بالضبط. احنا يعني راح يعني نستعرض هذه وجهات النظر المختلفه من خلال النماذج اللي احنا نطرحها. طبعا في البعض تكلم عن الحب باعتباره شيء مختلف عن الممارسه الجسديه، وهذا هو محور الفقره القادمه اللي هو الحب المثالي. بس ياسر قبل لا تبدا عاد وقف المشاركه عشان نخش معك في الجو. لو ترجعنا للشريحه الاولى تمام. إيه لو خلينا الشريحه الاولى اللي تعرض ال لا الثالثه عفوا الثالثه اللي فيها المذاهب الاربعه. ممتاز. اي تمام. طيب احنا خلصنا الحب الايروتيكي، الان ننتقل الى الحب المثالي. طبعا الحب المثالي النماذج اللي راح نطرحها افلاطون وكيركيغارد. طبعا افلاطون سقراط حقيقه هو اللي هو الممثل، يعني دائما افلاطون يكتب عن طريق سقراط، فسقراط هو الشخصيه اللي تكلم عنها. طبعا افلاطون معروف بنظريه المثل اللي عنده، انه كل شيء له مثال اعلى مثال متعالي، وهو حقيقة الغاية والهدف اللي احنا نسعى له، الخير الكبير، الخير المجرد، الجمال المجرد، الحق المجرد. ما هو موجود على الأرض من تفاصيل هي مجرد تمثلات ناقصة لتلك المثل العليا. طبعا طروحة رأي سقراط في الحب تبرز في محاورة السيمبوزيوم. هذه تقريبا هي المحاورة الأساسية، وفكرتها أنه كانوا في جلسة سهرة وشرب سقراط ومجموعة من أصحابه، وكان فيها يعني وصلوا إلى نوع من أنواع التحدي، من أفضل واحد يمكن أن يقدم خطبة عن إيروس اللي هو إله الحب في عند الأغريق. فطرحت كذا فكرة عن الحب من خلال هذه الخطابات اللي تقدم لي يعني الاحتفاء بالإله، وسقراط سيكون آخر واحد داخل يعني نظرته. أنا بستعرض النظرات هذه بشكل سريع وبركز على نظرية أو طروحة سقراط تحديدا. طبعا في اول مداخله كانت تقول انه او اول خطبه القيت في هذا الحفل تركز على ان إيروس هو اول الالهه، وهو الذي يعطي نعمه الحب وهي اعظم النعم، وركز المتحدث فيها على فكره الشجاعه، فكره الشجاعه اللي هي الانسان المحب لديه طاقه للحياه، طاقه الدافع للمشاركة وللعمل وحتى للدفاع عن، يعني ذكر أنه جيش من العشاق يغلب جيش من المحاربين بسبب هذه الطاقة. بعدين جت طروحة ثانية اللي هي طروحة قدمت فكرة الانقسام في أسطورة، أنه البشر كانت أصلاً البشر كانوا أفلاك وكواكب ذكر وأنثى ونوع ثالث خليط من الذكر من الذكور والإناث. ثم هذه الأفلاك نزلت الأرض وصارت يعني نوع من المتكبرة والمتجبرة، فعاقبها الإله فقسم كل واحد منهم عن الثاني، يعني عزل كل واحد منهم عن الثاني، فصار كل إنسان منا هو يبحث عن النصف الثاني له. هذا هو الحب. لكن فالحب إذن هو البحث عن النصف الآخر، وهذه فكرة أتوقع أنها موجودة على عرض الثقافات بشكل كبير، وموجودة حتى في القصائد المغناة وغير المغناة هنا بكثير. طروحة سقراط قال لا، يعني عنده فكرة مختلفة. والمميز في سقراط في هذه الطروحة أن ذكر أن مداخلته أنها ليست لم ينسبها لنفسه، بل نسبها لامرأة
اسمها دايوتيما. دايوتيما هذه شخصية موجودة في المجتمع الأثيني، تقريبا هي قارئة فنجال أو شخصية من هالنوع. سقراط يقول أنا كل ما لدي تعلمته من هذه المرأة. طبعا في محللين كثير يقولوا كيف قصيدة الحب أو حكاية الحب ستروى باسم امرأة. صحيح أن المرأة ما كانت موجودة في هذا المجلس الرجالي، لكن الصوت الحب خرج من أو نسب إلى صوت نسائي. فهذه رمزية في كثير منهم حاول يحل الهوى يتعرف عليه. وش الفكرة الأساسية؟ الفكرة الأساسية أنه إيروس هذا إله الحب، أنه ليس إله، ليس إله. هذه الفكرة الأساسية، أن الحب ليس إله، وبالتالي الحب ليس غاية. هذه الفكرة اللي بيركز عليها سقراط. الحب هو يقول هو كائن ما بين الآلهة والبشر، ما بين الكائن الأبدي وبين البشر المتغيرين والمتحولين. هو كائن في النقص بينهم، يحتوي جزء منه بشري وجزء منه إلهي. وهذه الثنائية اللي بتكون موجودة في الحب، أن فيها وجه من وجوه الأبدية وفيها وجه من وجوه التحلل والنهاية. وهذا الحب هو شكل من أشكال الصراع بين هاتين الحالتين. إذن الحب ليس إله، الحب هو وسيلة لشيء آخر. تمام؟ وش الوسيلة هذه؟ يقول لك سقراط أن الحب الموجه لما يثيره مثلا شيء جميل في إنسان ما، يقول هذه مجرد إثارة أو تذكير بالحب، بالجمال الأكبر، الجمال الأبدي، الجمال. فكل حب موجه لإنسان محدد ويعتقد أن هذا هو من منتهى الحب فهو خطأ، أو هنا الحب توجه إلى الاتجاه الخاطئ. المثير هذا اللي قدامنا، الإنسان الجميل، الإنسان اللي إحنا نحبه، هو مجرد تذكرة، مجرد إثارة للحب الأعلى، الحب اللي هو يتمثل في الخير، يتمثل في الجمال. فالجمال الأكبر، الجمال الكامل، الجمال المثالي هو ياسر. الحين واضح؟ ايه تمام، قطع صوتك بشيء. عفوا. فالحب لما يوجه الى شخص واحد هنا يكون في انحراف للحب، لان الواحد هذا بدل ما يكون وسيله يكون غايه، يتحول الى غايه. وهنا يعود الناس في قلق الحب اللي هو الخوف عليه من النهايه، الخوف ان يتركني هذا الانسان، الخوف من. وهذا كله من سوء الفهم حسب سقراط أن هذا الإنسان تحديداً هو الغاية. الحقيقة أن الجمال المتجسد في هذا الإنسان إنما هو صورة للجمال الأعلى، الجمال الكامل الذي هو الهدف وهو الغاية. تمام؟ الحب إذن هو المرسول، هو الوسيط اللي يربطنا بالجمال، يربطنا بالخير، يربطنا بهذه المعاني الكبيرة. فهذا هو اللي لما يقول لك الحب الأفلاطوني، هذا هو المقصود به، هو الحب الحب المتعالي على الصفات الشخصية الفردية الموجودة في هذا العالم، وإن كان لا ينكرها لكنها ليست هي الغاية، ويبحث عن المعنى الأعلى للحب. طبعا هذه الصورة كما طرحها سقراط وكما طرحها من خلال هذه الأسطورة كما قدمتها دايوتيما في شرح حال مفهوم الحب المثالي أو الحب المتعالي على التفاصيل الدقيقة والتفاصيل، وأن الإنسان يجب أن يدرك أن هذه التمثلات والتجسدات الموجودة في على وجه الأرض أنها مجرد ذكرى وليست هي، وأن الحب مجرد وسيلة لغاية أعلى منه وهي غاية الجمال وغاية الخير الأعظم. والنفس المفتوحة على هذا المعنى الكبير هي النفس التي تشعر بالحب، الحب الحقيقي،
الحب للعالم، الحب للحياه، الحب المتجاوز لفكره هذا الانسان. عشان كذا احنا نشوف مثلا من وجهه نظر اخرى ان احيانا بعض الناس يحب انسان معين لكن قلبه مليء بالشر، يعني فهذه هذا ليس حب حسب الفكره السقراطيه، انما هو حاله من الانغماس في تمظهر واحد. الحب الحقيقي هو الحب الذي يحول الانسان الى انسان خير لانه راى الجمال وعرف الجمال. تمام؟ هذا التصور الاول. التصور الثاني اللي هو تصور كيركيغارد، اللي هو نفس الفكره تقريبا، يقسم الحب الى شكلين من اشكال الحب، الحب الذاتي والحب المطلق، الحب الموجه لكائن محدد والحب الموجه للكل او للجميع. كيركيغارد كما ذكر الكتاب كان عنده علاقه حب قويه جدا في شبابه، واحب انسانه وارتبط في يعني ارتبط بها عاطفيا، ولما جاء يوم الزواج او تقريبا لما بداوا يعني ينتقلون جديا الى ترتيب الزواج والارتباط الابدي، انسحب كيركيغارد وارسل لها رساله انه يرفض الارتباط. والموضوع هذا اصبح جزء من معاناه كيركيغارد في حياته، يعني هو لم يتجاوز حقيقه هذا الحدث، وواصل ارتباطه بهذا الانسان طول حياته حتى بعد وفاه زوجها، واصبحت شكل من اشكال الالم. واعتقد يعني من سيرته انه يلوم نفسه حقيقه على هذا الموضوع. الفكره كان يعتقد ان الارتباط بهذا الانسان لوحدها سيعيق مشروعه الروحاني، مشروعه الروحاني كانسان وجودي متصوف يريد ان ينكشف على الخير الاكبر. كان يعتقد ان ارتباطه بهذه الانسانه تحديدا سيعيق هذا المشروع، وبالتالي دخل في صراع عنيف جدا مع نفسه في تحقيق هاتين الضوئتين، واختار الاول. لكن يعتقد من سيرته انه لم يتجاوز ابدا الموضوع الاول. وهو طبعا هنا يعكس الفكره الاساسيه اللي تكلموا عنها بعض المداخلين، ان الرغبه قيد والتخلص منها حريه. هو كان يريد ان يتحرر، والرغبه في هذه الانسان الانسان تحديدا ستقيد تجربته الروحانيه وتجربته الوجوديه. واعتقد ان يعني يعني من جرب الحب يعرف انه جزء القيد منه، او الحب بمعنى الاتصال بانسان معين، وشكل من اشكال القيد فعلا يقيد الانسان. وبعض الناس يكره هذه التجربه، بنشوف مع سارتر بعد شوي، انه بسبب هذا الارتباط العنيف بهذا الانسان وهذا القيد سيكره فكره الحب بهذا المعنى وينتقل الى فكره اخرى، او يترك الحب او يتحول الى كائن وحش. يعني في كائنات بعد فشلها من الحب الاول يتحولون الى وحوش، بمعنى انهم يعتقدون ان العالم هذا كله ما عاد فيه قيم، ويتحولون الى منطق الغابه والاستغلال استغلال الاخرين. يقول كيركيغارد: حياتي الروحيه ودور الزوجة ودور الزوج كيانان لا يتصالحان، لا يمكن أن أكون زوجا وأقوم بتجربة روحية كما أنا أريد. يعني كان يعتقد هذا. وكيركيغارد اللي يعرف فلسفته هو من الناس اللي دائما يؤكدون على الفردية والاستقلال عن القطيع، وهو يعتقد أن الزواج فيه إعادة للإنسان للقطيع. وفعلا الزواج مؤسسة اجتماعية وتعيد الإنسان للمجتمع لأنها تربطه بأشياء كثيرة في حياته. وانا صح وانا اقرا هذا انتبهت الى فكره ليش الامهات مثلا اذا كان عندها ولد عنده مشاكل او ما هو حياته ما هي مرتبه تقول خلني ازوجه، رغم ان الحل هذا يفشل كثير، لكن الفكره فعلا حقيقيه ان الانسان بمجرد ان يتزوج يتحول بالضروره الى كائن اجتماعي ويرتبط بمؤسسات المجتمع، خصوصا اذا كان في اطفال. فكان هذا كيركيغارد يعتقد ان هذا في تعارض مباشر مع تجربته الروحيه. الفكرة الأساسية عند كيركيغارد أن الحب الموجه لإنسان معين أنه قيد على الإنسان، لكن لم يتناقض مع الحب بشكل كامل، بل رأى الوجه الآخر للحب اللي هو تكلم عنه سقراط، اللي هو الحب المثالي، الحب الموجه للخير، للجمال، للمعاني الكبيرة، أو حتى للإنسانية، لمساعدة الآخرين. هذه المعاني اللي ما هي متحددة في شخص معين، هذا الحب اللي يفتح روح الإنسان ويفتح تجربته للحياة بشكل أوسع.
هذا الحب المثالي كما عند سقراط وأفلاطون وكيركيغورد. الآن أتمنى أنه طيب أوكي طيب نأخذ مداخلات الآن والأولوية للناس اللي ما دخلوا من قبل، يعني المداخلات الأولى. فأي أحد عنده مداخلة لأول مرة، أنا أشوف حسين طالب المداخلة، لكن باعتبار حسين داخل بشوف إذا في أحد داخل. اي طبعا اتفق مع مي انه فعلا يعني موقف كيركيغورد كان ايضا اناني في نفس الوقت، يعني هو فعلا لما ترك هذه الانسانه وهو قد ارتبط فيها سابقا هو شكل من اشكال الانانيه. انا اعتقد انه موقف كيركيغورد اناني، لكن يمكن نقول انه المقصد منه مقصد اكبر او مقصد عظيم. طيب اوكي خلينا ناخذ طيب تركي دام اول، ناخذ تركي بعدين ناخذ تركي. تفضل تركي. يا تركي مساء الخير يا دكتور. مرحبا مساء النور، تفضل. انا يعني سريعا يا دكتور، بس حبيت اتوقف عند نقطة الحب، معليش. لو انه يعني هل لو انه الفلاسفة عمدوا الى تجزئة او خلينا نقول تصنيف الحب كحب عام يكون يندرج كثيمة ما بين الإنسان والعلاقات الموجودة حواليه أو الكائنات الموجودة حواليه، وكحب ويتفرع من هذا الحب الحب اللي بيصير عليه اللغط دائما أو الجدل دائما ما بين يعني ما يحدث ما بين الذكر والأنثى يعني كعلاقة. أنت كنت معنا في الجلسة من البداية؟ عفوا؟ كنت معنا من البداية في الجلسة؟ لا والله دكتور فاتتني كذا جزئيات منها. يعني احنا ذكرنا التقسيم هذا وقسمنا ثلاث اقسام من انواع الحب، من ضمنها الفردي الاول ايروس اللي هو علاقه شغف انسان بانسان وغالبا يكون مقصود بها الجنس، وفي الفيليا اللي هو علاقه الحب للصداقه وعلاقه الحب للاخويه، وفي العلاقه الثالثه اللي هو الشغف بمعاني كبيره زي اتصال انسان بالمعاني الكبيره زي طيب استاذنك دكتور، بس يعني خلينا ندخل على الجزئيه اللي صار فيها يعني كلام كثير حول انه هل بالضروره انه اذا وجدت العلاقه الجنسيه انه يعدم الحب او انه ما يكون في حب في الاساس؟ يعني ما نقدر نقول انه لابد انه يكون اصلا في حد ادنى من عاطفه تكون مربوطه ما بين الطرفين عشان تكون في علاقه جنسيه؟ هذا اللي ما اقصده. يعني ممكن تعيد السؤال مره ثانيه لو سمحت؟ أقصد دكتور إنه لما يصير يعني جنس ما بين الطرفين أو علاقة ما بين الطرفين، هل بالضرورة إننا نقول إنه لا يوجد حب؟ طيب يعني كيف يكون في ميل أو رغبة ما بين الاثنين؟ لماذا يتم تأويل إنه الرغبة هي فقط رغبة جنسية؟ ليه ما يكون في نوع أو خلينا نقول حد أدنى مش بالصورة المثالية اللي معروفة عن الحب أو يعني كما توصف يعني رومانسيا، ولكن يوجد رغبة أو ميل يعني ميل عاطفي؟ يعني ما نقدر ننفي إنه زي ما تفضل أحد الأخوان إنه إذا حصل الجنس بدون حب فكأنه لابد أن كل جنس يحصل بدون حب يعني بشكل عام. ما أظن هذا استنتاج على الأقل يقصدونه الأخوان إنه أي ممارسة للجنس معناها ما في حب. لا، إنه فيه ممارسة للجنس بدون حب، لكن ايضا ممكن انا شخصيا اعتقد ان الجنس شكل اشكال تجسدات الحب. يعني انا اعتقد ان الموقف يعني اذا تكلمنا عن الحب بالمعنى الاول، المعنى علاقه انسان بانسان، اعتقد جميل. التصور الطبيعي ان اذا احب الف وباء ان يكون في دافع لممارسه الجنس، لان الجنس وش هو؟
هو محاولة اتصال قريب جدا وحميمي بين كائنين يحبون بعض. يعني فاللي بيكون غريب لو كان في حب بين إنسان وإنسان ورافضين الجنس. يعني لو حب ألف باء وكانوا إنسان وما عندهم موانع أخلاقية، يعني ما في ارتباطات سابقة مع كائن أحد آخر وكذا، ثم الاثنين امتنعوا عن ممارسة الجنس بدون أي أسباب أخلاقية أو دينية أو أي شيء، هذه الحالة بتكون أعتقد أنها بتكون غريبة مرة، ممكن حتى نراجع فكرة الحب هل هو فعلا حب. جميل دكتور، هذا اللي أنا بحاول أوصل له. نقطة أخيرة يا دكتور، بس يعني تعليق منك ولا من الضيف، المقولة اللي دائما نسمعها أتمنى أنه نتوقف عندها، يعني لو تكرمت، كلمة أنه والله الرجل يقدم الحب ليحصل على الجنس والمرأة تقدم الجنس لتحصل على الحب. أتمنى أنه يعني صياغتها فلسفيا، وشكر الله لكم جميعا، وشكرا لكم يا دكتور. شكرا شكرا، يعطيك العافية. طبعا سعد عندك سؤال أستاذ تركي. من ناحية الجملة اللي ذكرها الأخيرة أن الرجل تقدم الحب يحصل على الجنس والمرأة العكس، أنا لا أتفق. صحيح قد يحدث نوعا ما، أن في بعض الأوقات قد تحدث أن الرجل يقدم الحب فيرى أن الجنس ممتنع والحب يكون بوابة للممارسة، ولكن ليس شرط. الحب أعتقد يجب أن يكون متبادل بين الطرفين، والحب أعتقد يكون لازم يكون نوع من خلينا نقول الحب الحقيقي. الحب للرجل عندما يقدم الحب لحصول على الجنس، فأعتقد بنظر الشخصية هو لا يقدم الحب، لا يقدم الحب الحقيقي، هو ليس صادق مع هذا الحب. فهو عندما أحب هو فقط أنه وضع صورة خارجية لكي يحصل على الجنس، وهذا باعتبار شخصية ليس حب، يعني شكرا يخادع. يعني معروف أنه يعني كل القيم الإنسانية العظيمة البشر يستخدمونها أحيانا لأغراض أخرى، ليس الحب فقط، يعني حتى الصدق والأمانة والضيافة ممكن تستغل لأغراض أخرى، لكن الناس يعرفوا مباشرة أو بعد يعني فترة أن هذا ليس حب حقيقي زي ما تفضلتوا. بالضبط. طيب حسين تفضل، طلبت مداخلة. الله يسعدك دكتور، أثريتنا الله يسلمك. لكن أنا ممكن أضيف إضافة بسيطة، يعني أنا أتفق فيما قلت بشكل كامل. إيريك فروم عالم النفس الشهير في كتابه The Art of Living في فن الحب يقول أن الإنسان يسعى إلى الحب للاكتمال وتحقيق الذات الناتج عن الشعور بالافتقار للسعادة في الحياة. إذا نفهم من هذا الكلام أن الحب الناضج هو رغبة في وجود بشكل في الوجود بشكل كامل، ممارسة الحب بشكل صحيح وسليم يستدعي أن يدرك الإنسان ذاته بشكل جيد ويحقق كينونته منفصلة عن الآخر. وهنا أنا أتمنى أنه في يوم تتكلموا عن الكينونة حتى يعني يكون موضوع جميل جدا، يعني منفصلة عن الآخر، أي حتى يحقق كينونته هو شخصيا منفصلة عن الآخر في البداية، ثم يسعى لربط ذاته بآخر حتى يحقق مفهوم السعادة بشكل جيد. سارتر عنده تحليل بس تعرضه في آخر فقرة في الجلسة، شيء قريب من هذا. جميل. إذا تحويل الحب إلى محاولة إثبات ذات عن طريق آخر، أي معالجة نقص الذات بالآخر، يتحول الحب إلى تملك وينتهي الهدف الأساسي من الحب ليصبح رغبة أنانية وطفولة غير ناضجة في العبث بحياة الآخرين وتحويلهم إلى مسوخ تحيا في فلك الفرد الناقص الغير مكتمل. إذا الحب هو أعظم لحظة إدراك ذات واحترام للآخر. وأنا أقول يعني حتى في العلاقات الزوجية يعني أو في الحب بشكل عام، إذا كان هدفنا السمكة في الرحلة أصبحت الرحلة متعبة، يعني إذا كان هدفنا من الحب الجنس وهذه الأشياء الرحلة هتصبح متعبة لأنه تفتقر أشياء كثيرة، ولكن إذا كان هدفنا المحيط الأزرق الحب بشكل كامل فالرحلة بدأت تصبح أكثر إثارة وروعة وجمالية أكثر. عظيم عظيم، يعطيك العافية. طيب المداخلة الأخيرة في هذا المحور أستاذ صالح،
تفضل بعدين. اهلا يا كرام. يعني المحور هذا فعلا ايضا مهم، حتى لانه انا لاحظت اننا في نقاشنا الان حصرنا الحب في الجنس، فصرنا نناقش الجنس والحب مش نناقش الحب. لان مثلا الان اللي تفضل فيها الدكتور عبد الله اللي هي مثلا المأدبة لأفلاطون، المأدبة لأفلاطون لو نلاحظ من بين كل حوارات أفلاطون 36 تقريبا نجد أن المأدبة حصلت في جلسة خمر، يعني كأن تأويليا كأننا نقول بأن الحب أيضا هو مرحلة من مرحلة اللا عقلانية، مرحلة اللا منطق، من مرحلة أنا أربطها في فلسفة العلم مرحلة المتعة، أن الإنسان يستمتع. يعني هو لما يحب الإنسان ويريدها زوجة هو لا يحبها لأجل تطبخ وتنجب وتفعل، وإنما الحب لأجل الحب، لأجل هذه المتعة، متعة السفر، متعة النوم، متعة الخروج، متعة مشاهدة الفيلم، متعة القراءة، متعة الرقص، أي متعة يحققها الإنسان يحتاج إلى من يحبه حتى يحققها معه. فبالتالي ندخل هنا، إحنا نلاحظ مثلا في الصوفية في الوجودية مثلا، حتى هايدوغير الوجودي اللي اهتم بالوجود ناقش الحب واعتبر أن الحب له ارتباط باعتباره وجدانيا. وهنا يرجع الجانب الوجداني اللي تفضل فيه الدكتور، تفضل فيه سعد في البداية، اللي هو لما ذكروا بأن الفلسفة في الأول كانت لا تهتم بالجانب المشاعري كثير، بينما نجد في الفلسفة المعاصرة يقيم هايدوغير الأنطولوجي حق والدازين يقيم على الوجدان وليس على العقلانية، لأنه في الصوفية مثلا نجد الله أنا وأنا الله، يعني حصل إلى مرحلة من الحب التي اندمج فيها في الله في وحدة الوجود. ابن عربي مثلا أو ناسي من المتصوف المشهورين ما أحب، لأنه ما عشق امرأة، يقول لأني وقعت في معشوق أعلى اللي هو الله، يعتبر الله. فبالتالي هنا ندخل في قضية الحب بأن الحب ليس أيضا مصلحة جنسية، وليس أيضا مصلحة يعني علاقات أسرية. وهنا للأسف أحيانا مو بيقولوا الزواج يقتل الحب، لأنه يدخل فيه مسؤوليات، والمسؤوليات هذه واجبة على الزوجين، فبالتالي هم مضطرين أنهم يقيموا هذه الواجبات فتحصل إلى نتحول إلى المطالبات. بينما مثلا سارتر، بوفوار، حنا وأرندت، مع أنهم كلهم تزوجوا، يعني حنا تزوجت وهايدوغير تزوج، ومع ذلك ما استمروا في الحب حتى بعد الزواج، لأن الحب هو أن يستمتع. شخصيا أنظر للحب من خلال الجانب الفلسفي وجانب علم الدماغ بهذه النظرة، الحب في ذاته الذي يحب لأجل أنه يحب، ليس لأجل أن يعمل جنس، ولا لأجل أن يستغل هذا الإنسان مثلا في طبخ البيت، أو يستغلها في أنها تكنس، أو هو أيضا أو هي أيضا تستغله في أنه يصرف عليها، وإنما يتحول إلى أنه ممارسة المتع الحياة، متع الحياة تمارس مع هذا المحبوب. يعني هذا في النقطة هذه اللي تفضلت فيها، وشاكر لكم مرة أخرى. عظيم عظيم، يعطيك العافية. صراحة يعني فيه كلمات ذكرت أكثر من مرة، طبعا الناس لما يذكرونها أحيانا يذكرونها بمعاني مختلفة، يمكن لو كل واحد فسرها، اللي هو فكرة أن الزواج يقتل الحب. أنا شخصيا أعتقد أنه الزواج ليس بالضرورة يقتل الحب، الزواج قد يقدم تحدي حقيقي للحب، وقد يدفع الحب أو يقدم اختبار للحب أن يتحول من الحب بالمعنى النفعي إلى الحب المتعالي. فأعتقد أن الأزواج اللي يستطيعون الارتقاء بالحب إلى هذا المستوى فالزواج بالعكس قد يعزز. وحنا نشوف يعني تجارب كثيرة في الحياة، أزواج عاشوا إلى الموت وهم يحبون بعض، فهذا يعني إنصافا لتجارب الزواج اللي عاش فيها الحب، بل ونما فيها الحب. و يعني طيب أوكي، في مداخلة من
منى اتوقع انها منى او عفوا نسيت اتوقع انها منى اذا 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 الاسم فيه انثى طلبت المداخله اي منى اي تفضل يا منى يا منى اذا تسمعيني اي تفضلي افتحي المايك وتفضلي السلام عليكم جميعا شكرا لكم محاضرة ممتعة جدا سؤالي في حيز الحب المثالي هل يمكن عندما نصل لتلك الغاية الكبرى وهي مثلا الجمال أو الخير في الكون ألا نعود بحاجة إلى تلك الذكرى أو ذلك الشخص إذا كان هو وسيلة لتلك الغاية وإذا وصلنا إلى تلك الغاية هل نعود أو لا نحتاج إلى ذلك الشخص أو لتلك الذكرى يعني خصوصا لمن هو يريد الوصول إلى فهم الحياة فهم الكون وشكرا عظيم عظيم سؤال جميل شكرا لك أعتقد أنه الإنسان يعني أنا بتقمص رأي أفلاطون هنا أعتقد أن الإنسان الذي يرى الجمال والخير بالمفهوم المثالي سيكون أكثر إنسان قادر على تقدير الخير والجمال في تجسداته الفردية وبالتالي لن يكون هذا التجسد الجمالي في حياة الإنسان من خلال علاقات مباشرة مجرد سلم للوصول هناك بل الطريق أيضا يعود مرة أخرى لتقدير هذه التجسدات تقدير الجمال الموجود على الأرض باعتبار أنها صورة من صور صح انها صوره غير مكتمله لكنها صوره من صور الجمال، وحنا اعتقد انا انه هذا ايضا ممكن نشوفه احنا في الواقع ان الناس اللي يعني سواء بتجربه حياتهم استطاعوا ان يدركوا المعاني العميقه للحياه من خير وجمال وانهم اقدر من الاخرين على تلمس هذا الخير في الحياه المباشره ولا يتحولون الى مجرد كائنات يعني مجرده او لم تعد تنظر إلى التجسدات المباشرة فهذا تصوري الشخصي وأعتقد أن أفلاطون ممكن يوافقنا عليه طيب أفنان طلبت المداخلة أنا بس الآن أخذ المداخلات اللي لأول مرة أعطيها الأولوية تفضل يا أفنان مساء الخير على الجميع بس مداخلة سريعة ريموند كريفر قبل سنوات يعني القصة الأمريكي كتب قصة اسمها عما نتحدث عندما نتحدث عن الحب والقصة أحسها مشابهة لمأدبة أفلاطون أو مأدبة أفلاطون اللي هم يعني عبارة عن زوجين معهم أصدقائهم أربعة أزواج كانوا في حالة يعني في حفلة شرب أو كانوا جالسين يشربون ويتحدثون عن الحب القصة يعني فيها حوارات يعني تكلمت عن أشياء كثيرة زي اللي تحدثنا عنها الآن يعني اللي هي الحب الجنسي ولا الحب الوجداني والحب الكارنر لاف ويعني أنواع يعني أشياء كثيرة لكن اللي خلصت يمكن لما تخلص في القصة إنهم ما تحدثوا عن الحب تحدثوا عن أشياء أخرى تحدثوا عن أمور متعلقة بالحب تحدثوا عن رجل يعني زوجته ويقول إنه هو يحبها تحدثوا عن رجل مثلا قتل نفسه لأنه هو يحبها فكل شخص عنده تعريفه الخاص أو عنده رؤيته خاصة بالحب وهم في الحقيقة والفكرة هي إن مهما تحدثنا عن الحب مهما تكلمنا ما نستطيع أن نخلص يعني final answer أو مثلا إجابة شافية لأن الحب هو موضوع صعب إن نتحدث اللغة قاصرة غير كافية للتعبير لما نتكلم عن الحب يعني مفهوم الحب كمفهوم هل نتناوله بطريقة علمية أو فلسفية أو كيف بالضبط هو مفهوم أعتقد إنه غير قابل للتعريف سؤال بس تساؤل سريع عن الكتاب الفلاسفة اللي يتحدث عن الحب في هذا الكتاب هل كل واحد تجربته الشخصية هي اللي أثرت على أفكاره بشأن الحب ولا أفكارهم المسبقة هي اللي أثرت على تجاربهم
يعني راودني هذا السؤال وأنا أقرأ الكتاب. شكرا لكم جميعا. العفو. سعد عندك تعليق على السؤال؟ أنا أعتقد أنه حياتهم الشخصية أثرت على فلسفتهم، ومو فقط الحب بل البعض أثر على فلسفته بشكل كامل. أعتقد زي فرضا شوبنهاور، حياته الشخصية أثرت على فلسفته، لكن مو ما أعتقد أنه السبب الرئيسي زي أفلاطون. ما أعتقد أنه حياته الشخصية كان له رأي في فلسفة عن الحب، يعني قد يكون وقد لا يكون. في فلاسفة أثر عليها فلاسفة حياته الشخصية وفلسفة عن الحب مختلفة. عظيم. أنا شخصياً أعتقد أن الربط صعب صراحة، يعني زي ما قلت سعد أنه الربط بين الحياة الشخصية وبين الأفكار، لأن الإنسان كان معقد وانعكاسات أفكاره على حياته أو تجارب على أفكاره قد تأخذ طرق مختلفة. يعني ممكن ثلاثة أشخاص يدخلون تجربة متشابهة ويطلعون بأفكار مختلفة تماماً أو مواقف مختلفة تماماً، فيصير صعب ان نحكم. انا شخصيا يمكن اذا جينا بننتقد الكتاب عندي نقد انه ركز اكثر على العلاقات اكثر من الافكار والتحليل الفلسفي لموضوع الحب مقارنه بالعلاقات. طيب، مداخله اخيره في هذا المحور في حمد طلب المداخله. اي نعم، السلام عليكم. السلام. أعطيكم العافية جميعا دكتور عبد الله وجميع أعضاء حرف. دخلتي فقط عن صراحة يعني نفس الموضوع اللي هو موضوع التعريف الحب، يعني في ممكن زاوية أخرى يعني ناخذها اللي هو تعريف الحب بما يعني ليس هو. فهل لو ناخذ مثلا انه الحب ناقص الجنس، هل نعتبره الحب يعني حب رومانسي او حب رومانتيكي؟ ليش أسأل السؤال؟ لأنه ممكن بعض الناس ممكن يتخيل سيناريو أنه واحد مع أنه عنده يعني شخص سليم يعني فيزيائياً ما عنده مشاكل جنسية ولا عنده عجز جنسي، مع ذلك يكون عنده علاقة حب مع الشخص الآخر وكل الشخصين عندهم لكن ما عندهم انجذاب جنسي، يعني في حب. هل نتصور أنه ممكن يكون في حب بدون انجذاب جنسي؟ بحيث انه واذا قبلنا بهالشيء هل هذا يعني انه خلاص الجنس هذا خارج المعادله، مثل الشرب والاكل؟ يعني ممكن انت مثلا زي ما انت تروح تاكل في مطعم وتشرب في مطعم يكون الجنس خارج المعادله، يعني لو ذهب الشخص ما ادري مارس علاقه جنسيه خارج هذه ما يعتبر خيانه للحب؟ بس هذا السؤال. يعني ممكن اسالك بس حمد استفسر منك عن مفهوم الجنس، وش تقصد بالجنس تحديدا؟ هل تقصد الممارسه الجنسيه؟ نعم، تقدر تاخذ كل المدى هذا يعني من الاشياء بسيطه الى الممارسه الجنسيه الفعليه. طبعا يعني الممارسه الجنسيه فيها عواقب. نعم، الحب بيكون شكل مشكلة الجنس في فهمك او في سؤالك؟ انا بس بسال اذا كان هو اذا كان لانه في كثير جالس يردد النقطه دي انه الجنس ليس بالضروره شكل من أشكال الحب أو الحب يعني شيء أسمى من كذا. هل هم بشكل مباشر يعني يضعون إنه الجنس خارج المعادلة؟ وهم زي يعني يقولون إن أنت لما تأخذ الجنس ما تعرفنا علاقة الجنسية نحن الشخصين هذه. فلو إنك احتياج يعني أنا ما أنجذب لك جنسياً وأحبك، ممكن علاقتك الجنسية تجدها مع شخص آخر. هل أنت ممكن تكون إنسان محب وتسمح للشخص الآخر بأنه يمارس علاقة جنسية خارج العلاقة دي طبعاً؟ وطبعاً أنا ليش أسأل عن هذا؟ لأن أنا مهتم بالتعريف بدرجة أولى، يعني تعريف ما هو الحب وما هو يعني ليس الحب، وبدرجة أخرى الأخلاقيات، يعني ما إيش من هو الخائن ومن هو اللي يلحق من هذا التعريف. فهمت بس يعني. فهمت عليك. طبعا هو فكرة انه طبعا احنا بنستعرض بعد في اخر الجلسة النموذج الوجودي اللي هو هايدغر وارنت وسارتر وديبوفوار كنموذج لشكل اخر من
الاتصال، فهم الحب وعلاقته بالالتزام والجنس في هذا نموذج. لكن طبعا اذا اخذنا الجنس بمعناه العام بمعناه الواسع، فممكن فعلا اثنين يحبون بعض، لكن يمكن ما عندهم القدرة. مثلا اتخيل اثنين كبار في السن مثلا ازواج جسدية ما عندهم القدرة على ممارسة الجنس، لكنهم يمارسون الجنس مثلا بانهم ينامون جنب بعض، انهم يحضنون بعض، انهم يلمسون بعض، يعني بغرض التقرب والتودد والانجذاب للطرف الاخر. لكن وقد يحب انسان اخر ويوجد الرغبة الجنسية لكنه لا يمارسها لاسباب اخلاقية او اسباب دينية او موانع معينة، هذا موجود. لكن يمكن الحالة الحادة أن يكون هناك حب هو متاح والرغبة موجودة والقدرة موجودة ولا يوجد عوائق أخلاقية وكذا ولا يمارس الجنس، إلا إذا كانت العلاقة من نوع اللي احنا نتكلم عنه الصداقة أو الأخوية. لكن إذا هي علاقة بالمعنى العشق أو بمعنى الإيروس اللي احنا نتكلم عنها، فبتكون أعتقد هذه حالة مثيرة للتساؤل. طيب معلش مقاطع يعني مداخل، بس هو انا كنت اقول انه ما يكون في انجذاب اصلا جنسي، يعني هل تتخيل انه يكون في حب وما في انجذاب جنسي بين المحبين، حيث انه يعني الجنس هذا خارج لا هذا اللي انا اقول صعب علي اني افهم. انا اقول انه ما اقدر اقول انه مو موجود، يمكن مو موجود، الانسان اعقد مما نتخيل، لكن سيكون صعب علي اني اتصور يعني. طيب شكرا لك. طيب بعد إذنكم ننتقل الآن للفقرة الأخيرة قبل الأخيرة اللي هو الحب بالمعنى الوهمي. تفضل يا سعد، ولأن الوقت واضح أنه بدأ يداهمنا، حاول أنك يعني قد ما تقدر تختصر على أساس برضو نغطي الجزئية الأخيرة. تمام. أول شيء نشكركم على مداخلتكم القيمة. طبعا ننتقل الآن إلى الحب الوهمي. الحب الوهمي أو باعتبار أن الحب مجرد خدعة أو وسيلة لأجل غاية أخرى، تقريبا روسو وشوبنهاور وأيضا نيتشه تقريبا كلهم يرون أن الحب حيلة يختزل وراه غاية أخرى. طبعا أول فيلسوف راح نأخذ عنه هو جاك روسو، الحب والموت من أجل الرومانسية. طبعا روسو هو فيلسوف رومانسي نعتبره، ومعروف بحركة الرومانسية، وهو كان يعتبر من أبرز فلاسفة عصر التنوير. في عصر التنوير كانت المادية العلمية طاغية في وقت العصر آنذاك، فظهرت الحركة الرومانسية كحركة مضادة للمادية العلمية. فالرومانسية تمجد الشعور والوجدان، مقابل المادية العلمية تمجد العقل. فالمفهوم الرومانسية بحد ذاته هي قوة الوجدان أو شعور الوجدان، وهي حركة حرورية ضد المادية العلمية التي ترتكز على العقل. طبعا الحب الرومانسي عند روسو هو يقول انه يمتثل بالجنس فقط، ورجعنا الى وضع الايروتيكي، فيرى الحب مجرد تمويه واحتيالات حيوان اجتماعي. وطبعا يرى الحب ليست حالة ذاتية او حالة غازية، وانما حالة اجتماعية مكتسبة. فهو يرى أن الحب نمارسه من أجل الجنس، فالحب هذا بسبب المجتمع، المجتمع فرض علينا الحب من أجل الجنس، فإحنا نمارس الحب للحصول على الجنس. هو يرى أنها مجرد وسيلة للجنس. طبعا هو يقول أن الحب حيلة معدية كما ذكرنا. روسو يرى أن الحب لم يكن طبيعيا، فالانشغال بالتملك ومعاناة الغيرة أتت من الحياة الاجتماعية،
وايضا الرغبه الجنسيه برضو احتياج غير طبيعي. طبعا الحب ادرسه ايش يقول؟ بدنا حبه ليس حاجه طبيعيه، حاجه فطريه وحاجه غريزيه، وانما اتت بوجود المجتمعات. المجتمع فرض علينا مفهوم الحب، فمساله الغيره والتملك الاخر وغيره من وسائل الحب هي مجرد وسائل فرضت علينا المجتمع من أجل الحصول على الجنس. فهو يراها أنها شعور اصطناعي وليس طبيعي. وأيضا في الرغبة الجنسية هو يرى احتياج غير طبيعي. طبعا هو يضرب مثال يقول له افترضنا أن هناك جزيرة ووضعنا رجل هناك لديه رغبة جنسية، سيعيش حتى وإن لم يمارسها. افترضنا أن الحالة في جزيرة وأيضا لديه الرغبة الجنسية، فعدم الحصول على هذا الجنس وممارسته لا يؤدي إلى هلاكه، وهو يراها إذن حاجة غير طبيعية. فلو كان طبيعيا كالجوع والعطش لأدى إلى الهلاك. هو يقول أن لو فلن يكون هناك عشاق لو لم يسمعوا عن العشق، بمعنى أن العشق مفهوم اجتماعي، فأصبح لدينا حالة عشاق ووسائل الحب بشكل عام، فهو يراها وسائل اجتماعية. طيب، يعتبر الحب من حيل الضعفاء. يقول أن الحب ولدها المجتمع واحتفت به النساء كي يتم من خلاله السيطرة على الرجل وإخضاعه في مملكتها. فهو يرى الحب من حيل الضعفاء، نفس رؤية نيتشه. أيضا نيتشه يرى بأن الأخلاق والقيم عند الأخلاق مثل أخلاق العاطفة والرحمة كلها ينتمي إلى حيل الضعفاء، فهو يتفق مع نيتشه في هذه النقطة. وهو يرى أنها الحب هي قوة بالنسبة للمرأة لكي تسيطر على الرجل، فهو يعتبر أن الحب حيلة للسيطرة على الرجل بالنسبة للنساء، وأيضا الحب حيلة بشكل عام للحصول على الرغبة. طيب، جوهر الحب. يقول أن الحب رغم أن ندرك أنه مجرد وهم، إلا هناك جوهر وحقيقة ثابتة في الحب. فهو يرى أن الحب يوجد لديه شعور بالجمال الحقيقي، وهذا الجمال ليس في من نحب، وإنما في صنع أخطائنا. طبعا نلاحظ أنه في خلال الحب قد نفعل تصرفات، يعني زي ما يقولوا بالغبية، تصرفات حمقاء، ولكن نرى أن في تصرفاتنا الحمقاء وأخطاؤنا جميلة وجمال حقيقي. هو يرى أن في صنع أخطائنا يوجد جمال، وهذا هو جوهر الحب، أنه حتى نرى في سلبياتنا وأخطاؤنا نرى فيها الجمال. طيب، ننتقل للنقطة اللي بعدها اللي هو الحب والحرب. طيب، روسو كان يخاف من مسألة الصراع بين الجنسين ذكر وأنثى، فهو يقول أن هذا الصراع بين الجنسين يصبح حرب الجميع ضد الجميع، الذكور من جهة والإناث من جهة أخرى، وهذا الحرب يأتي من خلال المساواة بين الذكر والأنثى. فهو يرى عندما نساوي الذكر بالأنثى يحدث صراع، لأنهم جميعا في حالة مساواة، بينما روسو يرى أن الحالة أو العلاقة بين الذكر والأنثى يجب أن تكون تكاملية وليس إلى تنافس، وهذا التنافس هو ولدها المساواة. فهو يقول لما نفرض المساواة بين الذكر والأنثى يحدث إلينا نوع من التنافس بين الذكر والأنثى بسبب تساوي
جميع الفرص وافترضنا ايضا الحقوق تساوى بين الذكر والانثى يحدث هناك تنافس، فيفشل العلاقة، فهو يرى أن العلاقة بين الذكر والأنثى مكملة للآخر وليس منافسة للآخر. طبعا ننتقل بعد شوبنهاور. شوبنهاور طبعا باغتيال الحب، أو شيء نرى شوبنهاور فلسفته عن إرادة الحياة ببساطة شديدة، يرى أن الحياة معاناة وألم وقلق، وهي أيضا يقول زي ما مذكور الحياة لعبة شيطانية، فهي كالبندول لتتأرجح بين المعاناة والملل، فيحدث معاناة إذا لم يكن هناك رغبة، ويحدث ملل عند حصول على هذه الرغبة. طبعا هذه الرغبة أتت من إرادة الحياة بنفسها، ويرى أن الحياة لديها إرادة، وهذه الإرادة لكي تتمدد وتنتشر خلقت لدينا الرغبة الجنسية الذي يحدث التناسل والإنجاب. وهو طبعا يشوف أن الحياة بين المعاناة والملل ومجرد رغبات يحمل على الألم والشقاء، والتناسل يؤدي إلى تمديد الألم والشقاء، فهو يرفض الإنجاب. معروف أن شوبنهاور لا إنجابي، فهو يرفض الإنجاب بل يريد أن الجنس البشري ينقرض. طبعا شوبنهاور نحن نأخذ فلسفته بشكل عام تشاؤمية، بينما هي في جوهرها نوع من خلينا نقول من الخلاص. شوبنهاور يريد أن ينقذنا من الألم، فهو يريد أن ننهي الجنس البشري لكي لا نتألم بسبب رغباتنا الناتجة من خلال إرادة الحياة. طبعا يقول العلاج الحقيقي من هذا الألم والمعاناة أساسا إن الإنسان يجب أن لا يكون موجود ويخلق في الأصل. طبعا انك استحاله انك تكون من خلقت، يعني انت الان حرصت، انت الان في وضع الان، في وضع انت موجود، فايش البديل؟ يرى ان كونك التخلص من هذه الرغبه العبثيه والالم والمعاناه من خلال التصوف. هو يرى ان التصوف يكبت رغباتنا، ومن خلال كبت رغباتنا نتحرر من الالم والمعاناه. طبعا الحب هو فخ الغريزة الجنسية. هو يقول ان الحب في ظواهره او في ظاهريته نوع من الشاعرية، ويعتبر نقي، وفيها نوع من الشعور والوجدان وحالة يعني جمالية. يقول الا ان يتأصل بجذوره الغريزة الجنسية. طبعا نلاحظ ان اغلب الفلاسفه يربطون الحب بالجنس، يعني خصوصا شوبنهاور، فهو يرى ان الجنس هو جوهر الحب الذي يؤدي الى انجاب الرضيع، ومن خلال انجاب الرضيع يعيش بدوره الالم والشقاء، ويتمدد الالم والشقاء ولا ينتهي، والرضيع ايضا يكون خاضع للفناء والموت. فهو يرى أن الحب مجرد غلاف للجنس، والجنس يؤدي إلى الإنجاب، والإنجاب يؤدي إلى تمديد الألم والمعاناة والشقاء لأجيال وراء أجيال. طبعا لعبة الحب، في الحب في هذه اللحظة كما يرى شوبنهاور، يرى أن البطل والوسيلة والضحية في وقت واحد، يعني العشاق يكونون أبطال ويكونون مجرد وسائل ويكونون ضحايا في وقت واحد. فطبعا هم أبطال في علاقتهم ببعض، نوع من البطولة، نوع من القيم المتعالية،
يشعر العشاق انهم متعالين عن الاخرين من خلال الحب، هم يرون انهم ابطال، وعندما ينجح الحب يرون انهم ابطال، هم لا يدركون انهم مجرد وسائل لاراده الحياه لانجاب، وعندما يقع الانجاب يصبحون ضحيه الانجاب، يصبح ضحيه لهذه الحب والعشق. طبعا الحب هو يراها لكي يعني لا يؤدي الانجاب، يجب ان نعتبر الحب مجرد رفاهيه تمرير الوقت، يعني اعتبر الحب كرفاهيه تمشي فيه وقتك، لكن لا تتعمق فيه اللي يؤدي بك الى الانجاب والى الزواج والانجاب. اعتقد نظر شوبنهاور فيرى ان الحب يعني كوسيله ترفيه مجرد ليس الا. طبعا مساله التوازن تلقائي ونفعيه الماديه، طبعا يرى ان شوبنهاور انه اراده الحياه خلقت في داخلها نوع من التوازن التلقائي بدون وعي منا، فيرى ان الرجال فرض القصار يبحثون عن المراه الطويله، والمراه فرضا النحيفه تبحث عن رجل امتن منها، وهكذا يبحث عن الصفات اللي تختلف عن صفاتها الذاتيه. طبعا هذا من شكل الجسدي او الصفات الظاهره وليس صفات الداخليه، يعني مش صفات الافكار ولا لا، انما صفات البيولوجيه بمعنى الاصح. فيرى هذا التوازن من خلال اراده الحياه هي التي خلقت هذا التوازن التلقائي والميل نحو ما يناقض صفاتنا. طبعا ويرى العشاق في هذه اللحظه يظنون انهم مستقلين ومسؤولين في اختيارهم، يرى انهم وقعوا في الحب بمسؤوليتهم البحتة ومستقلين بإرادتهم، لكن هم في الواقع هم أسرى لحسابات نفعية ومادية، هم لا يدرون أنهم هم مجرد أسرى للمنفعة والمادة التي أتوقع تظهر من خلال الإنجاب. طبعا هنا يعطينا شوبنهاور طريقة للهروب من هذا الحب، هو يقول ان الحب نهرب منه من خلال النرفانة. طبعا النرفانة هذه نظرية بوذية، هي حالة يصل فيها المرء الى السلام الى خلاص والى التحرر من المعاناة من خلال كبت الرغبات الشهوات. طبعا هو يريد مننا ان نحرر رغباتنا وافكارنا من خلال التصوف، ومن خلال التصوف أتوقع يعطينا حالة النرفانة، إنه نصل حالة من السكون والتحرر من المعاناة. ننتقل لنيتشا. نيتشا معروف بكل سريع. أبشر أبشر خرجتني. أبشر أبشر. نيتشه معروف بعداوته للديانة المسيحية. طبعا نيتشه بشكل عام هو طبعا نيتشه يحب الجسد ويقدس الجسد ويقدس حب الحياة، هو يحب الأرض فيقول أنا لا أعرف إلا أني مجرد جسد. طبعا يرى نيتشه أن العلاقة بين الجنسين هي قلب الحياة، يرى اللي هو يرى الجنس في التعبير عن البدائية الحياة وبراءته في وقت واحد، وهي مصدر العواطف، العواطف مصدرها الجنس، الجنس اللي هي التي ولدت هذه العواطف. طبعا الجنسانية كان لديها احتفاء وكان لا يوجد فيها حياء وخجل، بالمجرد احتفاء وطبيعي، إلى أن ظهرت المسيحية فحولت الجنس من شيء يحتفى به إلى خطيئة ومدنسة. العفة، العفة عند نيتشا ينتمي إلى خلاق الضعفاء، هو يرى إيش إن العفة تحريض ضد الطبيعة، فهو يرى أن الممارسة الجنسية حالة طبيعية والعفة تعيقنا عن ممارستنا الطبيعية، وأي احتقار للحياة الجنسية هي محاولة اغتيال الحياة، فهو
يرى أن الخطيئة الحقة ليس في الجنس وليس في ممارسة الطبيعة، وإنما في أي محاولة ضد هذه الطبيعة. فيرى أن الإنسان القوي هو الذي يحرر نفسه من تأنيب الضمير، طبعاً معروف فلسفته طبعاً ضيق الوقت، معروف فلسفته بالقوة والضعف وخلاق النبلاء وخلاق العبيد. فيرى أن القوي يحرر نفسه من تأنيب الضمير الناتج من خلال الأديان، والضعيف هو من حول إحساساته الضرورية والطبيعية إلى تدمير ذاتي فينبه ضميره عدم ما يمارس طبيعته. طبعا يرى أن في نيتشه أن الحب يوحد الأضداد، والحب صحيح أن الصراع ضرورة، ولكن هذا الصراع هو الحب، فهو نمنح ذاتنا للآخر، ولكن لا لهذا المنحة لا يكون امتهان وإنما هبة للآخر. طبعا الحب يرى أن الطرف الآخر لما يكون يختلف عنا لا يعني أن نلغي هذا الاختلاف، وإنما أن نتوحد معه فنتفهم هذا الاختلاف مع الطرف الآخر، اختلاف كل الاختلافات بشكل عام. فيرى أن لا يجب أن نلغي اختلاف الآخر عنا، وإنما نوحد مع اختلافنا. طيب يرى أن الزواج حيلة دينية، يرى أن المسيحية جعلت الحب وحفظته في إطار الزواج، وحولت العاطفة الطبيعية إلى مجرد كيان مؤسسة اجتماعية، وهذه المؤسسة الاجتماعية بعد ما كانت طبيعية حالة طبيعية حولتها إلى المؤسسة الاجتماعية، نتجت النفاق والكذب في العالم. ولكن هناك زواج نافع، هو زواج من أجل التسامي. طبعا هو يعارض الزواج بفكر المسيحي ويعطينا البديل هو زواج من أجل التسامي. فيرى نيتشه أن الزواج الجيد والنافع هو اللي يقوم على حب أعلى، بمعنى أن تزوج شخص الآخر لحب أعلى وهو الصداقة، فيتحول هنا الحب إلى صداقة، بحيث أن يكون في مرحلة الصداقة يكون نوع من الاحترام المشترك. فهو يقول يجب أن نحب ما وراء ذاتنا. طبعا هذا نهاية الطروح. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي. يمكن ايش في الصوت صح؟ ما اسمعك؟ واضح صوتي ولا في صدى؟ اي صوتك واضح، صوتك واضح. ايه تمام. جدير بالذكر ان الجماعه اللي تحدثت عنهم يعني سيره حياتهم الذاتيه كانت فيها كثير من الوقوع في الحب، و يعني نيتشه بمجرد انه يجد انسانه جميله ومثقفه نجده يقترب كثيرا 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 من الحب، وكانه يتناقض مع افكاره. عموما طيب، ناخذ مداخلتين بالكثير او مداخله قبل ننتقل للوجوديين. وإذا ما في مداخلة طيب خلنا ننتقل للوجوديين وبعدين نشوف إذا في مداخلات في الأخير. أنا شوف أبو ياسر ننتقل للوجوديين بعدين نفتح باب نقاش بشكل عام أفضل يعني. طيب ممتاز. طيب الوجوديين عندهم فكرة، طبعا هو المؤلفتين تعرضتا لحكايتين هايدغر وحنا أرنت وسارتر وديبوفوار. وبداية الكلام عن هايدغر قالت أنه يعني ذكر المؤلفات أن مقولة لياسبرز يقول أنه فلسفة هايدغر بلا حب حقيقة. أنا حتى أختلف مع الأستاذ صالح أنه ذكر الشعور، أعتقد أنه فلسفة هايدغر النمط الوجودي الأول والأساسي هو اللي يسميه الوجود في العالم من خلال الوجود في اليد اللي هو الممارسة العملية للحياة، هذا النمط الوجودي. عموما هايدغر يمكن سيرته الذاتية هو اللي أكثر علاقته مع حنا أرنت هي اللي فيها التأملات في الكتاب تحديدا. لكن بالنسبة لسارتر، سارتر عنده فلسفة في الحب أصلا، وهذا الفلسفة احنا تعرضناها في السيمينار زمان في كتاب الكينونة والعدم،
وموجود يعني أنا عندي 7 حلقات في هذا، توقع الحلقة الرابعة أو الخامسة فيها كلام عن الحب بشكل تفصيلي، لكن أنا بقوله بشكل مختصر وببني عليه التصور الأخير. طبعاً زي ما تشوفون قدامكم كاتبين الحب الوجودي، الحب بلا إخلاص وبلا وفاء. نشوف وش أصلاً الفكرة اللي خلف هذا، وش الحب إذا كان ما فيه لا إخلاص ولا وفاء؟ عفواً مو لا إخلاص ولا وفاء سعد، لا إخلاص ولا خيانة. الحب بلا إخلاص وبلا خيانة، هذا أنا قلت لي بلا وفاء نفس الوقت. عفواً أجل أخطيتنا، كانت سهوة يمكن. أي طيب، الفكرة وشو؟ الحب بالنسبة لسارتر مدفوع برغبة غريبة عند الإنسان، وهي أن يكون الإنسان إله. وش يقصد سارتر؟ يقصد أن الإنسان بطبيعته عنده طبيعتين، طبيعة الطبيعة المادية في الإنسان، والطبيعة الحرية الوعي. أوكي، الإنسان حر ومادة في نفس الوقت. طبعا الحرية معناها التغير المستمر والتبدل المستمر، والمادة معناها الثبات. يقول لك الإنسان عنده حلم قديم أن يحقق الثنتين مع بعض، أن يكون حر ومتحقق في نفس الوقت، يعني يكون حر ومتغير، يعني بمعنى أنه متغير ومتجدد لكن له تجسد. فهذا الحلم يطارد الإنسان، حلم البحث عن الألوهية. طبعا يحاول أن يحقق بنفسه ما يقدر، لأنه ما شخصيا يبحث عن آخر يحقق فيه هذا الأمر. فالحب ينشأ من هذا الأمر، أننا نريد أن نبحث عن كائن، عن آخر نتجسد فيه، أن يكون لنا صورة من خلاله، ويكون هذا الكائن حر بحيث أن صورتنا في ذهنه تكون حقيقية وننعكس من خلاله، يعني ينعكس تمثلنا أو تجسدنا في حريته، ويصبح عندنا الحلم الكبير. المشكلة وش هي؟ أن هذا الإنسان اللي يصير في الحب وش هو؟ أنك أول شيء حريص أن الطرف اللي قدامك، يعني إذا أنت ذكر حريص أن الأنثى اللي قدامك أنها تختارك بحرية. فعلشان كده نقول لك يعني أساس يكون حب حقيقي لازم يكون حب ناتج عن حرية. يعني لو واحد خطب واحدة وحبها وقالت له والله شوف أنا أبوي حلف علي أني أحبك فأنا أحبك الآن، بيعتبر هذا كلام غير لا يعبر عن حب حقيقي، لأنه ليس ناتجا عن حرية. أوكي، فإحنا نبغى المحبوب يكون حر على أساس يختارنا بحريته، على أساس يكون الاختيار له معنى أصلا. لكن المشكلة وشو؟ أنه بمجرد أنه يحبنا هذا الإنسان وباعتبار أنه كائن حر، فإننا نبدأ نخاف منه أن يهرب منه، لأن حر، الحر معناه أنه يقدر يترك اليوم الثاني. هذا معنى الحرية، معناها الحرية الموقفة غير ثابت قابل للتغير. فيصير عندنا مشكلة، فنروح نحاول نهيمن على هذا الإنسان الآخر على أساس نمنعه من أنه يغير تفكيره. المشكلة إذا هيمنا عليه وألغينا حريته صار كلامه اللي يقوله لنا ما له معنى، لأنه لم ينتج عن كائن حر. فهذه معضلة الحب، اللي هو محاولة جذب وبعدين هيمنة بعدين صراع. وعشان كذا الحب يفشل، عمر الحب ما ينجح عند سارتر إذا كان مدفوع بالرغبة الأولى اللي هي رغبة أن تكون إله. عشان كذا احنا بنشوف الوجوديين تخلصوا، على الأقل في تجربة سارتر، أنا ما أدري عن هايدغر، لكن تجربة سارتر وديبوفوار حاولوا يتخلصون من الوهم الأول اللي هو أنا أبغى إنسان أتحقق فيه، أن أتجسد فيه، أن أصبح العالم في عينيه. عشان كده واحدة من أبرز العبارات في الحب اللي يقولك يا عيوني، يا أنت عالمي، أنت دنياي. أوه إذا قالها لنا إنسان خلاص، إذا قال لك أنت عالمة فكأنك صرت عالم كامل، يعني تحققت كأنك إله. فالوجوديين سارتر وديبوفوار تخلصوا من هذا الهم. كيف؟ من خلال إقامة علاقة حب بدون البحث عن تجسدي الذاتي في عين الآخر، بدون هذا البعد اللي احنا يهمنا صراحة، يهم أغلب الناس، يهم أن الحب يكون علاقة خاصة. هم حاولوا يتخلصون من هذا، قد نجحوا وما نجحوا هذا موضوع ثاني. اللي يقرأ يعني سيمون دي بوفوار مذكراتها يشوف أنها كانت تتألم من هذا الوضع، يعني إنه وسارتر برضو يعني كان في بداية حياته حاول أنه يدخل بعلاقة حب وبعدين رفضه. وهو
سارتر كان شين يعني كان قصير وشكله مو بزين، فما كان عند يعني واجه في بداية حياته رفض كثير، فيمكن هذا صار عنده يعني كره للحب نفسه أو كره لفكرة الارتباط هذا، حتى أنه سيمون دي بوفوار ما عاش معه يعني، هو كان عايش مع أمه حتى هو رجال كبير يعني. الشاهد أن الحب الوجودي اللي هو الحب بلا إخلاص وبلا خيانة هو حب متحرر من الارتباط الذاتي، من الاندماج اللي حتى بعضنا تكلم عنه في الشات، اللي هو محاولة الانغماس جسدين في جسد واحد. هذا رفضوه، قالوا كل واحد يجلس الحالة، بمعنى أنه يكون لأول مرة يمكن حب مع حرية. أنا نعرف أن الحب في كثير من الأحوال يتناقض مع الحرية، فهم حاولوا يكتشفوا معادلة أنه كيف يكون حب وحرية من خلال عدم الانغماس والاندماج مع بعض، يكون في هذا الاتصال. واللي صار أنهم الوفاء اللي عندهم، الوفاء هو استمرارهم في الحب. يعني هايدغر استمر يحب أرنت، وأرنت استمرت تحب هايدغر، وسارتر استمر يحب ديبوفوار، ديبوفوار استمر تحبه طول أعمارهم. فهم يقولون حنا نجحنا في الوفاء لكن تخلصنا من الإخلاص وتخلصنا من الخيانة، تخلصنا من هذه العقود، لأن الإخلاص والخيانة كلها ناتجة من اتفاق اثنين، يقول اتفاق على أن نختصر العلاقة علينا حنا اثنين. إذا ما كان في هذا الاتفاق فما في خيانة، ولا لأن أصلا ما في عقد، ما في اتفاق. تمام؟ اللي يصير وشو؟ أن نحاول أن نهيمن على الطرف الثاني ثم ما يستسلم لنا، ثم يصير فيه صراع وتفرق. هم يقول حنا نجحنا، ما صار بيننا تفرق ولا شيء، لأننا أصلا تخلصنا من فكرة سيطرة طرف على طرف آخر. فالمعادلة السحرية هو حب وحرية في نفس الوقت. طبعا ديبوفوار عندها تحليلات كثيرة عن الحب اللي يمارس بشكل تقليدي، وكيف أنه أسر أصلا للمرأة، الحب اللي هو الالتزام التقليدي، يقول أنها أسر للمرأة، المرأة تعتقد إذا أنها حبت واحد وتزوجت أنها تحررت، بينما في الحقيقة أنها تقع في أسر آخر. عموما هذا، وهذا تأسس عليه كثير من النقد النسوي للمفهوم للحب التقليدي وحتى للزواج التقليدي. هذه كانت تطروحة الأخوة الوجوديين بشكل مختصر. فأنا انتهيت وأترك لكم الآن الرغبة في المشاركة إذا كان في أحد عنده مشاركة قبل نختم الجلسة. إيه سارتر له مبحث مستقل عن الحب في كتاب الوجود والعدم، فحلل الحب باعتباره، طبعا هذا سؤال من أيمن، هو سؤال حلله باعتباره شكل من علاقة الذات بالآخر وبحث الذات عن تجسد لها من خلال الآخر، من خلال الآخر الحر، لأنه هو اللي يعطيك الحكم الحقيقي. فموجود، وقلتك أنا في السيمينار اللي موجود على صفحتي باليوتيوب، توقع الحلقة الرابعة أو الخامسة تكلمت في بدايتها عن الحب، يعني شرحتها بشكل تفصيلي ودقيق هناك. طيب مداخلات. طيب يا بياسر أنا عندي مداخلة بسيطة. طيب فيه قبلك سعد سمحت، في مي الناهض عندها مداخلة ونرجع لك سعد، ممكن؟ إيه ممكن. طيب تفضل يا مي. مرحبا، واضح صوتي؟ واضح واضح الله يحييك، تفضل. مرحبا، مساءكم كل حب إن شاء الله. أنا ما أدري، يمكن تساؤلات مو كلها يعني مو مداخلة يعني. الحب إحنا ليش نحب نربطه بمتعة بهجة؟ ليش الحب ليش مرتبط بهذا الشيء؟ ليش الحب ما يكون حب حاجة ثانية غير المتعة؟ المتعة حاجة والبهجة حاجة والسعادة حاجة ثانية، ليش نربط الحب كلهم بالحب؟ يعني أنا يعني إذا أنا أحب، يعني أنا بنظري أنا إذا أنا أحب لأجل شيء معين أحس ما أعتبره هذا حب.
كذا هذا يعني من وجهة نظري يعني إنه يعني هذا يختلف. بالنسبة لنا إحنا كمجتمع يعني أنا أشوفه تقريبا مجتمع محافظ نوعا ما يعني من وجهة نظر سارتر يعني يقول الحر يعني إحنا ما عندنا بصراحة ما عندنا حرية في اختياراتنا سواء الشخص يعني في الزواج عموما أنا أتكلم يعني عن طريق الأهل غالبا أو يعني الآن يعني أنا أشوف الآن تغيرت النظرة ممكن تغيروا يعني كانوا يسافرون وتعرفون مجرد أسبوع واحد أو أسبوعين بالكثير ويرجعون يعني يمكن يعني يتزوجون أو زي كذا بس تظل يعني ما في حرية يعني سطحية في سطحية في الموضوع يعني إذا فيه يعني انجذاب نوعا ما. أيضا يعني أنا في نقطة ثانية هل الحب يعني بالنسبة للرجل يعني خاصة حنا في مجتمعنا يعني بالنسبة للرجل ممكن يثق في المرأة أعتقد بس أنا يعني حنا المرأة ما أحس أنها تقدر تثق في الرجل. أول شيء لأن مثلا أنا أحس أن الشارع مثلا ما سمحنا أن نثق لأنه هو يقول لك يعني مسموح لأنه مثلا يعدد يعني أنت من أول يوم أنت تهابين أنه هذا قلق يعني أو قبل حتى يعني انه ممكن وعادي والناس تتقبله وشيء عادي وليش تزعلين وما ادري ايش زي كذا يعني هذا اول شيء غير التجارب الصديقات الاهل عن يعني حب وثقه يعني هل الحب مرتبط بثقه هل ما ادري بس كذا مداخلتي وابي تعليقك. ألف شكر يعطيك العافية. بالنسبة للنقطة الأخيرة أنا أتفق معك لأن الثقافة البشرية بشكل عام لكن يمكن ثقافتنا في السعودية بشكل أكبر متسامحة مع الرجل بشكل كبير مقارنة بالمرأة يعني مثلا سواء على المستوى التنظيم الرسمي زي مثلا في الدين او كذا او حتى على المستوى الشعبي العلاقات يعني خطا الرجل في هذا الموضوع بمعنى ان يكون عنده علاقه اخرى غير العلاقه الاساسيه الدين مثلا يقبل يعطيه مدى 4 علاقات الثقافه الشعبيه ما يعتبر عيب للرجل اذا مارس يعني علاقه مع غير زوجته يعني فيه ممكن لوم بس ما هو نفس اللوم اللي يقدم للمرأة اللي يقدم للمرأة تقريبا اسقاطها من كل القيم الاجتماعيه والاخلاقيه ففي حده كبيره جدا تجاه المرأة في هذا الموضوع فاتفق معك. طبعا الاثنين اللي يعيشون في هذا الظرف والمرأة اللي تعرف ان هذا الفضاء متاح للرجل يمكن هذا يعطيها دافع أكبر إنها ما تثق لكن أنا أعتقد أن الثقة بين الأشخاص يعني هي نوع من الإيمان أو نوع من الأمل أكثر منها حقيقة واقعية يعني هو حينما نثق في إنسان فنحن نؤمن به بدرجة معينة أو نأمل يعني فيها نوع من التسليم لي أو نوع من الثقة بأن ما سيحدث في المستقبل أن كما يعدنا هذا الشخص فأعتقد أنه حتى في المجتمعات الأخرى الثقة بدون هذا الأمل وبدون هذا الإيمان ما تكون واقعية. ما أدري إذا سعد عندك تعليق على مداخلة مي. لا طبعا في النقطة الأخيرة طبعا متفق تماما مع مي ومعك يا سعد الله بأنه صراحة مجتمعنا امتدادات الرجل أضعاف مضاعفة بالنسبة للمرأة وحتى نظرتنا بالحب بالنسبة للرجل يختلف عن المرأة فالمرأة إذا حبت تعتبر عيب وخطيئة ويمكن دمار شامل أما بالنسبة للرجل يعتبر نظرة أقل حدية هذا أتفق معك. بالنسبة طرحت عن طريق التحرر للحب نظرة سارتر للحب هي ربطتها بالمجتمعنا المحافظ. طبعا هو نظر سارتر الحب بشكل عام يعني هو يعتبر كحب خالي من المؤثرات الاجتماعية. الحب دائما يكون مبني على على نوع من التملك وفرض عقد للآخر مثلا يرى أن يجب مفهوم الحب طبعا
انه يجب الشخص يكون مخلص الاخر ويجب ان يكون بتملكه. فهو يرى ان الحب تحرر بحيث انه لا يكون هناك اخلاص ولا خيانه، وانما في نفس الوقت يكون يوجد الوفاء. فهو لا يفرض علينا الاخلاص فرض والوفاء، وانما يكون علاقتنا مع الاخر وجود حب غير مفروضه بقيود الوهميه اللي كانت موجوده على الفلاسفه قبل. كان يعتبر ان الحب تملك الاخر، بينما سارتر لا يتفق مع هذا، فهو حرر الحب. هو يعتبر اساسا الحريه مبدا اساسي عند سارتر. يا صح فعلا، مع ان فيها يعني في ناس يقولون انه الحب اللي ما كان فيه خصوصيه، ما في استثناء بين شخصين، فيقول لك ما فيه، يعني ما هو وش قيمته، وش فرقه عن العلاقات الاخرى؟ يعني اذا ما كان في نوع من الالتزام الحصري بين اثنين، فيعني كانه يفقد حتى معناه. يعني هو لازم يكون علاقه خاصه ونوع من الخصوصيه والتقدير المتبادل بين الطرفين. فهم يعني في ناس يقول لك ترى الاصرار على عدم وجود التزام نهائيا كانه يلغي العلاقه اصلا. وش العلاقه اللا التزام؟ يعني البحث عن الحريه المطلقه هذه هو شكل من اشكال انعدام العلاقه، لان اي علاقه فيها مسؤوليه، ضروري انك تلتزم للانسان الاخر. وش مقدار الالتزام هذا؟ هذه قضيه اخرى، لكن لابد يكون في على الاقل انا اعتقد بشكل من اشكال اللي يميز يعني هذه العلاقه عن علاقات اخرى، لازم يكون فيه نوع من يمكن هذا نقد او تعليق على سارتر. طيب في مداخله اعتقد انها من شخص لاول مره اللي هو SHAL اسم رمزي، وبعدين مبارك، ناخذ مبارك لان يبدو ان المداخله هذه جديده، فتفضل او تفضلي اذا انك تسمعينا. السلام عليكم. ما أدري إذا صوتي واضح. أي واضح. أنا بس عندي هي مداخلة. طبعاً شكراً على هذه الأمسية، لأنه أول مرة صراحةً أكون معكم فيها وأثرتنا كثير. طبعاً أنا وجهة نظري إنه الإنسان رجل أو امرأة هو اللي يعكس معنى الحب في حياته. يعني هو المؤثر وليس الخارج هو المؤثر عليه. هذا الشيء يكون من خلال الأفكار، المعتقدات، البرمجات هذا الإنسان. طبعاً هل الأفكار والمعتقدات وبرمجات هذا الإنسان وقناعاته هي تكون طبعاً من خلال نظرة الطرف الآخر، سواء كانت امرأة أو رجل عن الرجل مثلاً، عن المرأة نفسها لنفسها، حبها لذاتها، نظرتها للزواج إيش معناه. فمن خلال ممكن نقول أنه حتى لو كان المجتمع قد لا يتناسب مع أفكار هذا الإنسان مع ذاته، لكن هو ممكن يعيد تثقيف ذاته بحيث أنه هو يكون مقدر لذاته وحب لذاته، التزامه مع ذاته، مسؤوليته راح تنعكس على الطرف الآخر. فأنا أحب أنه أقول أنه إحنا اللي نقدر نوجه حياتنا وإحنا اللي نأثر عليها، مش الخارج هو اللي أثر علي. فأنا أقدر أعكس معنى الحب أو الزواج من خلالي، من خلال أفكاري، من خلال معتقداتي. هذا اللي حبيت أضيفه لكم، وشكرا لكم. شكرا لك. الاسم الأول لو تكرمتي بس. شيخة. طيب شيخة، في صديقاتنا هنا كانوا يعترضون على كلامك، بس أنا بعطيك فرصة أنك تعلقين عليه. يقولون لك أن يعني فكرة أنه المجتمع يضغط، يعني مو بأن فكرة أن الإنسان يعني صناعة هذا العالم الخاص أحياناً غير لا تكون ممكنة، لأن المجتمع يضغط، خصوصاً إذا كان المجتمع هذا يتمثل في أعضاء من الأسر مثلاً غير لا يتفقون مع أفكارنا وهكذا. لما أنا أقاوم مجتمعي بشكل أنه كصراع، كأنه صراع بيني وبينهم، هنا أنا ما راح أخلق مساحتي. لكن أنا لما
أتكلم معهم بكل تقدير وكل احترام، إحساسهم بمسؤوليتي الحقيقية وتقدير لذاتي، هذا راح ينعكس بالطبيعي عليهم. لكن إحنا نفرض إنه حيكون في رفض، نفرض إنه حيكون في مقاومة، فبالتالي أوريدي راح تكون عندنا هذه الأفكار المتخوفة، هي جاية من نبع أو نابعة من خوف، مش نابعة من حب. يمكن أنا هنا أميل يمكن شوي الأفلاطون لما يقول كيف ترى بعين الحب، فتصير حتى تعاملاتك مع الأطراف الثانية نابعة من محبة، فطبيعي حينعكس عليك. فإحنا هنا ممكن إنه زي ما كنت أقول إنه نعيد تثقيف ذاتنا كيف. وطبعاً أنا أشوف إنه هذا الأساس ينبنى من حب الإنسان لنفسه في البداية، كيف أنا أقدر نفسي، كيف أنا أكون فعلاً ملتزمة مع ذاتي، كيف أنا أكون فعلاً مسؤولة عن نفسي، عن مشاعري، عن أفكاري، عن برمجاتي، كيف أنا. لأنه الإنسان لما يكون رافض الحاجة في داخله فهو أوريدي ما رح يكون حاب نفسه، وبالتالي رح يرفضها برا، ورح يرفضها حتى في وجود الرجل يعني. فهي انعكاس يعني. عظيم عظيم، اتفق. انا على مستوى الشخصي اتفق معك، ان يعني انت تقولين ان صح الامور ما هي بسهله لكنها ليست مستحيله، واعتقد ان دور الانسان قد ما يقدم للاخرين نموذج خير، نموذج محب، نموذج انساني، نموذج صادق، مع الوقت الناس بيتفهمون موقفه، او على الاقل يبتعدون عنه ويعطونه المساحه اللي هو يتطلبها انه يعيش حياته. صحيح، سواء كان هذا في علاقة الرجل في المرأة، سواء كان ابن، بنت، زوج، أخ، أب، يعني هي هذه هو الحقيقة. تحتاج صبر وطولة بال وإيمان الإنسان بنفسه زي ما قلتي، ما تكون مجرد محاولة وبعدين يقلب ويتحول إلى كائن آخر. عظيم عظيم جدا، شكرا لك يا شيخ. طيب سعد، عندك تعليق ولا ناخذ مداخلة؟ بالعكس أتفق مع كلامه، فعلا كلامه جدا جميل، وطب تعطينا رؤية الحب بشكل يكون منبعها منبع الحب الذات، وليس حب أناني، وهذا برضو يفرق يعني. أحيانا أيوه يحب ذاته وينطلق لحب الآخرين، وبعضهم يحب ذاته ويتوقف عندها ويتحول إلى كائن أناني. حتى في علاقة الحب يصير يتحول يبحث عن أشخاص يستغلهم يعني. ففعلا طرحها مميز، شكر كثير جدا له. طيب مبارك الراشد، تفضل، طلبت مداخلة. تسمعوني؟ واضح. أوكي. لا بس عندي نقطتين تكلم فيها بساعد. النقطة الأولى أنه الحب شكل من أشكال رغبة الرجل بالسيطرة على النساء أو الرجال على النساء، حس فيها تضخيم، حس فيها أنه مشهد أنت تحاول تخدم فيها وجهة نظر ثانية، هو انتزاع من سياق عشان تخدم وجهة نظر بعض الأشخاص اللي يرى أنه الرجل يسيطر على المرأة، فيها تضخيم للرجل أول شيء، في انتزاع مثل ما بعض الناس لما يتناول الثقافة الغربية وقوتها وهيمنتها في أنه ينتزع مثلا أشياء معينة، يقول أنه هم يحاولون السيطرة، وهو سياق طبيعي مثل معك انتشاره في العالم، هو انتزاع من سياق طبيعي جدا إلى أنه هاي ثقافة أو شيء مدروس عشان يهيمن على الثقة على العالم. أعتقد أنه فيها انتزاع هذا الشيء وغير منطقي، ودليل على عدم منطقيته أنه في العلاقات الحب ربما المرأة تكون هي مسيطرة، طيب الرجل يقدم تنازلات كثيرة، ما يكون الرجل مسيطر. هذه نقطة ثانية. النقطة الثانية اللي بتكلم عنها، إذا تحدثنا أنه الحب هو عبارة عن حالة تملك زي ما يقول البعض، فبالتالي لما نوصل لحالة التملك الكامل أنت ضمنت هذا الشخص، يبدأ يصير حالة الهبوط في الحب حتى تتلاشى وتبدأ في المشاكل. إذا افترضنا هذا الشيء أنه الحب حالة التملك، نسيت النقطة، إذا افترض أنه الحب حالة تملك، أنه الشخص يتملك وبعد ذلك أنه يتنازل عن أو يبدأ يتراجع في حالة الحب، تحصل فيها حالة تراجع، إذا افترضنا هذا الشيء، الرجل الذي يستمر في الحب
هل استمراره يعني هذا يشككنا في علاقات الحب المستمرة لآخر مداها إلى الموت بين الكبار، يعني من هم تزوجوا بين الكبار، هذا يشككنا في حالة الحب هذه. هذا يعطينا تصور مختلف عن حالة الحب هذه، بحيث أنه هذه حالة الحب استمرت وصلت حالة الكمال بعدين هبطت، واستمراريات حالة الموت هو استمرار أخلاقي، أن طرفين العلاقة عندهم قواعد أخلاقية صلبة جعلتهم إلا ينفكون من هذه العلاقة وحافظ عليها إلى آخر يوم في حياتهم. فبالتالي استمرارية العلاقة مش لأجل الحب، واستمرار بهدف ضوابط أخلاقية لدى الطرفين أدت فيهم الاستمرارية في العلاقة. وممكن بعض الظروف مثلا الاحترام المتبادل والاتساق الفكري، هذه الأشياء ساعدت في أنه العلاقة تستمر وليس الحب ساعد. هذه اتفقنا مع فكرة التملك، هذه النقطتين اللي كنت بتكلم عنهم. عظيم يعطيك العافية سعد، تفضل. أنا ذكرت تقريبا تملك نيتشه، هو الآن الحب لا يكون الرجال يمتلكون النساء من خلال الحب، إنما العكس. هو يرى نيتشه أن الحب من أخلاق أو من حيل الضعفاء. هو طبعا يشبه أن يرى أن الرجل قوة والمرأة ضعف، لكن من خلال هذا الحب أو حيلة الحب تستطيع المرأة أن تفرض نوع من القوة على الرجل فتمتلكه، بمعنى أن تفرض تجعل الرجل تحت سيطرتها من خلال إغوائه في الحب. طبعا أنا لا طبعا أتفق معك أنه أنا لا أرى الحب حب نوع من التملك، إذا نظرنا هذه النظرة هي التملك أعتقد نظرة أحادية، نظرة أنانية جدا. افترضنا أن الحب لو أخذت فكرة الحب هو وسيلة امتلاك الآخر، فهي فكرة أنانية بحتة أرفضها تماما. أعتقد أن الحب يكون نوع من الإيمان، الحب أراه قضية إيمانية، ويكون إيمان متبادل بين الأنا والآخر وليس محاولة فرض السيطرة على الآخر. بس هذا المداخل وبس تذكير للجميع، يعني احنا انا وسعد نقوم بادوار مزدوجه، يعني احنا نعرض الكتاب، نعرض افكار الكتاب بغض النظر عن موقفنا منها، يعني نحاول نكون ما نستطيع لاطروحه الكتاب نفسه. احنا اقلين اراء فقط، إيه مش فقط، هذا جزء اساسي من شغلنا، لكن ممكن الواحد يعلق يعني تعليق خاص لاحقا، لكن لابد نكون انيمين للكتاب لانه هو اصلا محور نقاشنا، فنعرض افكار باكبر دقه ممكن. طيب منى طلبت، طيب بس بارك انت سالت عن فكره استمراريه الحب رغم فكره الصراع اللي عرضها سارتر. سارتر قلت لك ان الصراع هذا ناتج من فكره الاساسيه، فكره الانسان يبحث ان يكون اله، ان يريد تجسده في عين الاخر، ان يريد ان يتحقق من خلال الاخر. لكن بمجرد أن الإنسان يتحرر من هذا الوهم أو هذه الرغبة أصلاً ممكن أنه يتحقق، ممكن يعني لو سوينا دراسة على الحب اللي استمر قديش تخفف من هذه الرغبة يمكن هذا يعطينا، لكن الحب اللي يدخل بشكل قوي لتحقيق هذه الرغبة أعتقد أنا شخصياً أنه يفشل بسرعة، لأن فيه تناقض أصلاً. أنت تريد هذا الشخص لأنه حر عشان يعكس ذاتك، لكنك تخاف من حريته بتحاول انك تقمعه، فاذا قمعت تتحول الى كان غير حر فما عاد له معنى حبه اصلا، فاصبح هو يقتل نفسه يصير الموضوع. عموما منى تفضلي. السلام عليكم، لدي تساؤل عن فكره علاقه الرجل او سيطره المراه في الحب، يعني اتساءل ان كان ثمه فروق في عمق هذا الشعور لدى الرجل والمراه، هل يمكن للمرأة وهي الكائن الرقيق المرهف أن تصل لأعمق درجات العشق، أم أن الرجل الذي يظهر الغلظة والقوة هو الذي قد يغرق حتى يصل إلى ذلك العمق؟ مثلا لماذا العاطفة في أشعار توبة بن الحمير أعمق من عاطفة ليلى الأخيلية وهم عاشا قصة حب؟ أم أن الأمر يعود إلى مثلا ذكورية الثقافة العربية التي تسمح للرجل بالتعبير الحر عن مشاعره وتصادر حق المرأة، أو أن الفروق البيولوجية لها تأثيرها في العواطف أيضا؟ الرجل مثلا يفوق احتياجه الجسدي والعاطفي احتياج المرأة التي ربما تمارس مشاعر أخرى مثل الأمومة. لا أعرف، هذه التساؤلات
وشكرا لكم. يعطيك العافية، تفضل يا سعاد إذا عندك. تفضل أنت يا ياسر. هو أنا أعتقد تعبير الإنسان عن نفسه أكيد أنه خاضع لاثنين، يعني طبيعته الشخصية البيولوجية سواء كجنس يعني مثلا كذكر أو أنثى، أو لطبيعته الذاتية هو نفسه يعني تركيب الـ DNA حقه وتاريخه الأسري والثقافة اللي هو ينتمي لها. أنا أعتقد هذه كلها عوامل تؤثر وبالتالي تعطيه تصور معين بالتعبير. كثير ناس يخضعون لهذا خلينا نسميه الإطار العام اللي يعبر من خلاله ويعكس اللي أنت تفضلت فيها، يعكس مثلا يعطي مساحة أوسع للرجل مقارنة بالمرأة أو العكس. لكن في حالات نادرة أو استثنائية هم اللي يكسرون هذه القوالب ويقدمون يعني نماذج مختلفة أو يعطونا تصور آخر للمرأة اللي تعبر بطريقة غير معتادة في الثقافة. وأنا أعتقد أن فيه عندنا شاعرات على مستوى الشعر الفصيح أو الشعبي اللي قدموا نماذج صريحة ومباشرة في تعبيرها عن الحب عكس ما تطلب منها الثقافة اللي تطلب منها التورية والإخفاء. ونلقى حتى بعض يعني مثلا في الشعر المكتوب باللغة العربية تلقى كثير مثلا استخدام الضمير الذكوري لوصف الحبيبة فيصير يا صاح بدل ما يا صاحبتي مثلا. وهذا نقول حتى الرجل يعني خاضع بشكل أو بآخر لهذه المعايير. أوكي وش عندنا من مداخلات؟ الوقت بدأ يداهمنا، معني مبسوط أنا شخصياً وشوف أن الجو لطيف. فمن طلب مداخلات؟ جعفر تفضل. يا جعفر رافع يدك تفضل طلب. أهلاً، أنا ما أعرف حركة رفع اليد زي لكن طيب أنا برجع للنقطة الأولى الموضوع الشائك، هو هذا هو موضوع الحب أنا بس لأن غالبا النقاش دائما يأخذ منحة شخصي وأيضا أحيانا برضو منحة ثقافي. أنا الآن بطرح بتكلم بشكل عام يعني بيانات عام حسب اللي أعرفه من دون طبعا موقف الشخصي أو يعني من جهة وصفية. بشكل عام موضوع الخيانة مثلا البيانات تقول ان لا الرجل اكثر خيانة 10 أضعاف، يعني الارقام تقول ان احتمال ان الرجل شو اسمه يتورط في علاقة خارج اطار الزواج مثلا او العلاقة العاطفية بين قوسين اكبر بكثير من المرأة. والموضوع له تفسير طبعا ان طبعا الالتزام او الاخلاص في العلاقه عند المراه طبعا اقوى بكثير واهم بحكم ان المراه هي اللي تبحث عن الاستقرار وتبحث عن ان الرجل او الذكر يكون يستثمر وقته وجهده وطاقته في ابنائه مقابل أن الرجل عنده فرصة تكاثرية أكثر أنه ينقل جيناته بشكل أكبر. لكن مو معنى هذا أن مثلا الرجل مش مستفيد من الإخلاص في العلاقة طويلة المدى هذه. لا الرجل ممكن أنه مستفيد طبعا علميا هذا كلام. وكيف لماذا الرجل اختار أن يتواجد في علاقة طويلة المدى رغم أنها ممكن لو نظرنا لها فائدتها أقل، يعني هو يقدر يتزاوج مع أكبر عدد ممكن وينشر جيناته. يقول لك في فائدتين رئيسيتين، الأولى هي أنه ضمان أن أنت أن إخلاص الزوجة يعني أن يوم تنجب أن هذا ابنها هو، فيعني يتأكد أن بما أني قريب منها وبما أني مهتم فيها ومخلص لها ويعني بجز معها وقت طويل بعيش معها إلى الأبد، فبالتالي هي راح تخلص لي وراح تنجب أبناء لي أنا وما راح تخوض في علاقات ثانية. والسبب الثاني برضه هو الاستثمار في الأبناء. الرجل لاحظ أنه إذا تواجد مع أبنائه وبدأ يساعد الأم في حمايتها لا من قبل حتى في الكائنات الثانية مثلا
غالبا الام هي اللي ترعى يعني تكون لحالها، الانثى هي اللي بتربي ابنائها وتتورط في ان احيانا تضحي بحياتها من اجلهم بدون مساعده الذكر. لكن الرجل في عند الانسان، لا الانسان اكثر عندما يخلص الرجل ويتبنى علاقه طويله المدى يكون يستفيد انه فعلا يربي ابنائه يكبرهم يدرسهم الى اخره. لذلك المره تبحث عن هذه الصفه في الرجل، صفه الاخلاص. يوم في العلاقه تقول انا ابي شخص يهتم فيني، شخص يشوفني اهم شخص في حياته، وذكرت هذا من قبل. امر اخر اللي هو لماذا يتغير الشخص عند الوقوع في الحب، هذه نقطه ذكرتها يا دكتور عبد الله عجاله، ليش الاشخاص يتغير شخصياتهم يصيرون الطف. هو بشكل عام مثبت ان فعلا الشخص يكون مثلا في دراسه تقول ان الرجال بعد ما يدخلون في علاقه عاطفيه يصيرون اكثر لطف مع الاطفال. ليش؟ لانه هو يبي يثبت للطرف الاخر اني انا مستعد لتربيه الاطفال، مستعد، وحتى لغته تتحسن ويهتم بنفسه بنظافته الشخصيه الى اخره. ايضا الانثى يعني بشكل، لان هي في ميزه هنا وفي فائده هو يبحث عنها، لذلك يحاول يحسن من نفسه بشكل افضل حتى ايش يدخل في العلاقه هذه ويقدر ينجب ويتكاثر. وموضوع اخر برضو اللي هو موضوع ذكرتوه انتم كذا على عجاله، اللي هو موضوع الام مثلا وكيف تحب ابنائها بتساوي ما تحبهم وكذا. هو للاسف ان في الواقع لا، حب الابناء يختلف يعني، مش حب الابناء متساوي عند الام، بالعكس. ربما ان مثلا الام تفضل الاطفال الاكثر صحه مثلا والاكبر سنا، حتى بدليل بيانات ان الاطفال المشوهين واللي مصابين بعاهات وغيرها نجدهم يضعون في مراكز رعايه، وايضا عند فقدانهم الحزن اقل. طبعا اتكلم بشكل وصفي هنا عن، لان احنا دائما ننظر من جهه ثقافيه وكذا، انا اتكلم عن بيانات عبر ثقافيه وعليها ادله يعني. وهذا هو بشكل عام يعني. طبعا يطول كثير الكلام عن الحب وموضوع الالتزام وعلاقه الحب بالجنس، وبعد ما يكبرون في السن ليش يستمر الحب. وهو الحاصل ان لا في فروقات يعني كبيره لو ناخذ البيانات بشكل عرضي. لا، الحب المعنى الرومانسي هذا، الحب الشغف هذا اللي تتمنى ان تحضن الشخص تقبله، ان هذا الشخص يصير ابو لابنائك. لا، هو يقل اكيد طبعا مع العمر، لكن ربما الالفه تبقى الالفه والتعود. وهو شيء معروف ان الاشخاص اللي نالفهم سواء كانوا ذكور او اناث، اخوان اخوات اصدقاء او حتى خدم وحتى حيوانات اليفه اللي نجلس معهم وقت طويل اكيد بتكون تكون الالفه والحب بمعنى هذا. انا ليش دائما احب افكك المصطلح، احنا نتكلم عشان مختلفه تماما، كلها نروح تختزلها في معنى واحد. طبعا الموضوع يطول كثير عندي كلام كثير فيه، لكن ما ابغى اطول عليكم. وبرضه يعني موضوع خرجت عنه، ممكن خرجت كثير عن صلب الموضوع. يعطيك العافيه. يعني هو فكره الاطفال صراحه، يعني انا سالت قلت ان هذا سؤال اخلاقي بغض النظر عن شعور الام، يعني تميل فعلا وصفيا لألف مقارنة بباء، لكن أخلاقيا هل هذا مبرر؟ يعني هل احنا نشوف الأمهات بشكل مباشر يعني في حالاتهم الطبيعية يترك حالة الغضب يتجنبون إظهار تمييز طفل على طفل آخر بشكل واضح؟ يعني دائما يقولون أن أطفالنا كلهم متساوين، اللي مسافر لين يرجع والمريض لين يتعافى، كأنه ما في تمييز مرتبط بشخص بقدمه، تمييز مرتبط بحالة واحتياج. هذا البعد الأخلاقي اللي أنا أعتقد، يعني هل الحب ضمن الحسبة الأخلاقية، وبالتالي يفترض الإنسان يراقب مشاعره وين يصرفها وكيف يعبر عنها؟ هذا السؤال اللي كنت أقصد أكثر منه سؤال وصفي. بس تعليق بسيط بس هنا. إيه طبعا أتفق معك، طبعا أكيد إحنا أنا ما قلت يعني أو ما تناولت الموضوع من ناحية أخلاقية، قلتها من ناحية وصفية. وبرضه في موضوع آخر، طبعا الأم دائما تحاول إن قدر الإمكان توزع اللي يسمونه توزيع
الموارد على أطفالها بالتساوي، لأن برضه هي فرصة لها، يعني كل طفل كل ما يبقى طفل يكون أفضل لها. لاحظ إني أتكلم من ناحية وصفية، مش ما دخلت أي موضوع آخر. برضه طبعا الأم هي تفضل أنها، لكن هل الأبناء سواء 100% عند من ناحية كلام علمية؟ طبعا زي ما قلت البيانات مختلفة تماما من الأطفال الأكبر والأصغر اللي فرصهم في التكاثر أكثر في الأطفال. يعني أكبر مثال لها اللي قلته اللي هو الأطفال المشوهين وكذا، اللي نجد إحصاءات كثيرة تقول أنهم يوضعون في مراكز، وأيضا الحزن عليهم يكون أقل بكثير من الحزن على الطفل موت طفل صحيح. ويعني أفضل الإحصاءات وكأنها يعني أدلة واضحة، اي واحد يشتغل على السيرفيز ولا جمع المعلومات والبيانات يعرف ان فيها مشاكل كثيره، وانها ممكن يعني تعكس طبقه معينه او فئه معينه او مجموعه معينه، او حتى ان الاسئله صيغت او الملاحظات جمعت بطريقه يعني فيها اشكاليات. هو طبعا اقدر يعني الموضوع له تفسير وكذا، بس يطول. انا ليش اعطيتك ارقام؟ بس لان الموضوع يطول ونقاش، لكن الارقام هنا او الاثبات هنا اقوى من الاثبات ان في مساواه. أحياناً في قضايا مثل هذه تكون العلاقات التجارب الشخصية والخبرات الشخصية المجموعة في وسائل مختلفة يمكن تكون أكثر دقة وأكثر. عموماً يعطيك العافية، أنا ما أشوف فيه طلب مداخلات يعني إضافية بهذا الشكل. يعني نصل إلى ختام هذه الجلسة. أنا أجدد الطلب للجميع اللي عنده كتاب له طابع فلسفي فكري يليت يقترحها، بشرط أن يكون هو يعني مقدم له يعني. فهذا الطلب يعني أتمنى أنه يجد استجابة كما وجد عند سعاد استجابة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني ودي أشكر وأترك المايك لسعد، أشكره شكر جزيل لأنه صاحب الفضل في هذه الأمسية، هو اللي اختار الكتاب وهو اللي حفزني أني أقرأه معه وأتاح لنا فرصة هذا النقاش الطويل والممتع. فأشكر سعد شكر جزيل جدا، وصراحة ما كنت مبتهج، وأترك له المايك قبل ختام هذه الجلسة. طبعا أشكر الجميع على حضور المتميز والمداخلات جدا جدا مثرية، وشكر خاص للأستاذ عبد الله صراحة، لأنه هو صراحة هو اللي أعطاني الدافع لطرح هذا الجلسة. فكنت أنا متردد في الأساس، أنا كنت متردد إن أطرح الموضوع ولا لا، لكن فعلاً أشكر سيد عبدالله اللي أعطاني هذه القوة الدافعة لأن أطرح كتاب الفلاسفة والحب موضوع الليلة. وأشكر حضوركم جداً ومداخلاتكم اللي جداً جداً أفادتني وأفادت الجميع، كانت جداً نظرات مختلفة وأسئلة وطرق كثيرة لمفهوم الحب، الحب الذي كان دائما الجانب الذي لا يتناول الفلاسفة أبدا ولا يرونه كمظهر يستحق فيه النقاش، لأنه يعتبرون مجرد مشاعر وجدانية. فجدا ممتن لكم ولحضوركم، ممتن سيد عبد الله، واشكر الجميع بلا استثناء. شكرا لك، تصبحون على خير يا جمال. انتم نهلا.